داك الحق عنده الحق، لانه بصح نقدروا داك الفلوس للمساجد ندير بهم كذا وكذا. فالمقصود هو نخلقوا واحد الديناميكيه ديال الحديث ديال التحليل وديال الحوار، وما يبقاش كل واحد كيظن انه الفكره ديالو صائبه، خص الافكار كلها تخرج. الا كانت مسكوت عنها غادي يبقى كل واحد كيعتقد ان الفكره ديالو صحيحه. خليجيه تات شي نهار دير لنا شي 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 اغنيه خليجيه، شوف الايقاعات الخارجيه دودودمتك دودودمتك، راك راك فوق جمل كيدير خطوه، راك هما دايرينو اخترعوه فوق الجمل. دابا اي ايقاع خليجي غمض عينك غتحس براسك كتمشي فوق جمل بهذاك الايقاع ديالهم. شتي؟ ف القلق والخوف اللي كيطمئنوا هو المال. الانسان اللي عنده المال هذا كيطمئنوا، ما كيزولوش، ها راه استعملت كيطمئنوا. المال كيطمئن القلق ما غيزولوش. راه الناس عندهم المال وعندهم القلق، كيسحابوا الحل هو المال ماشي هو الحل. الحل عندنا حنا في التجرد، ولكن دخل عندنا الحمام ولد عمي ما ساهلش تخرج، فما ساهلش بها تدخل النيس، ما الخروج حريه اخرى. فملي كيتزوجوا الشباب ولا الناس كبار ولا كيما كنطبعوا، الا هو ما غلبش على المخاوف قبل الزواج. كتلقاه دابا هو كان مع مباه والفلوس كان هي سبب مخصومه، والفلوس دائما ما كي تخيل واحد الشاب كتكتب له واحد الرساله باها كيربح 1400 درهم، كتقول لي كيخسر في الكراء 1000 درهم، كنا كنعيشوا ب 400 درهم، كي غادير هاد العائله تعيش ب 400. ف لاحظتي دابا هذه قمه الفقر، وهي ما كتخافش من الفقر، مناش خايفه، خايفه لا تفقد القدره على المحبه. شو سؤالها؟ سؤالها كتقول لي واش غنقدر نحب ولا لا، حيت راني تحرمت من الحب ديال 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 امي وبا. شنو قلت لها؟ لا قلت لها امك وباك ملي كيكون انسان ما قادرش، حيت راه الشيء راه كيرتبط الحب بالغنى والفقر. ملي كنكونوا جيعانين نقدروا نلعبوا مع ولادنا؟ لا. ملي نكونوا مرض نقدروا نلعبوا مع ولادنا؟ لا. وملي نكونوا مرفحين وعندنا شويه الفلوس واكلين، اجي يا حبيبي وعنق باك وعنق امك دغ 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 وبوس ولعب. راه كذلك العلاقه الزوجيه، فملي كيدخلوا هما الحياه الزوجيه هاد المخاوف هاد المصيادات غيتموا جايين كيتلقاو لهم. هما قبل الحياه الزوجيه في القهوه في الجرده ما كاينوش ما كانوش غادي البال لهاد لي زوبستاكل، كيشوف غير العوينات ويشوف الشعير وهي تتشوف الهمه وتتشوف القلده وتشوف كذا وهذا. ملي تيبقاو يحبوا في بعضياتهم كينساو ان الصعوبات والعقبات راهم جايين. فهي تتربح مثلا 8000 درهم ولا 10000 درهم، هو تيربح 6000 ولا 7000، هو داير واحد الحساب بحسن النيه ماشي بسوء نيه، بحسن النيه قال غادي نشري بارطمان ب 3000 درهم طريطه غتبقى لي 5000، كنعاون امي ب 2000 درهم باش تقري خويا وهذا، شحال غتبقى لي 3000 5000 درهم ايوا الحويجات اللي غنشري لراسي وهذا وهذا صافي، والمدام غتعاون في التقضيه وغتعاون هي هذيك فلوس اللي نفصلاهم على راسها. هي راه مفصله فلوسها، هي كتقول ايوا صافي هو غيشري الدار وهذيك 2000 درهم اللي هو غيعطي لمو وخوتو راه هي دارتها عندها، هي قالت وهذيك 2000 درهم غتبقى لي غادي للتقضيه، وانا فلوسي غادي نخزن واحد شويه باش ما نبقاوش في هذيك البارتمان نشريو شي بقعه ولا كذا ولا نصيفطو يدير الحج ولا شي حاجه. كيديروا خطط كيدخلوا العام الاول 6 شهور الاولى 7 شهور الاولى كيشوفوا ما كاينش هذيك 2000 درهم اللي كتقول لها راه هي الفلوس ديال التقضيه. كي في الاول كيصبر كيجبد هذيك 1000 درهم كيعطيها لها وتبقى هي مزير حركه، لانه صيفط لمو 500 درهم كتقول لهم واه وليدي وراه خوك راه واخا واخا شويه، كتقول لهم ما كفاتنيش هذيك 1000 درهم وزيدني. السيمانه الاولى صبر، السيمانه الثانيه تقول لها واه قدي من عندك، كتقول كيفاش نقدي من عندي على مالي انا الراجل، ياك تزوجتي كنت خصك تقضي، ها علاش اتفقنا في الاول ياك تعاونوا، ايوا خويا تعاونوا راه انا معاونك، فاش معاوناني ها فاش معاوناك، وتيبداو الشد اللي يقطع عليك. دابا هذا واحد النوع من الازواج اللي عندهم جوج الفلوس وكل واحد داير حساب وعن حسن نيه كيطيحوا في خطأ. دابا كاين واحد الزوجه اللي راجلها تيقول لها عفاك انا من النوع اللي كنبغي زوجتي تجلس في الدار تقابلني وتقابل واخا سمحت بروفيسور النوع الثاني غادي ناخذوه بعد الفاصل. دابا اليوم كنتكلموا على المال وتاثيره على الحياه الزوجيه والاطفال، وقفنا عند النوع الثاني. النوع الثاني الازواج كاين راجل تيحب زوجته تيخاف عليها تيغير عنده مبادئ ديالو خاصه ما سماهاش في الاول السيده، قال لها كنبغيك كيف قاعده وهذا، ودخل البيت الزوجيه شويه استدراج
وما يخصك تاخير وانت تعبتي وانت كذا وانت كذا وانت كذا غير حملي ولدي وان شاء الله بعد الولاده راه تعاود ترجعي تخدمي كذا وكذا. السيده كانت قبل ما تتزوج وقبل ما تدخل البيت الزوجيه كان عندها استقلاليه ماليه، كتبقى ليها في حسابها 5000 درهم 7000 درهم 8000، كتصيفط لامها لخوتها تشري نفسها اللي بغات، تشري ذهيبه تعرض صحاباتها المطعم. شويه فكرات قالت تشاورت مع امها قالت لها بنتي وصافي بصح وللناس وكذا وراه ما يخصك تاخير. ايوا دخلنا للحياه الزوجيه، داز العام الاول حملات ما خصها تاخير، الثلاجه عامره الخضره كاينه، مره كتمشي للمطعم وتخرج هذا وهذا، ولكن ما عندهاش سيوله ما عندهاش واحد المبلغ كتصرف فيه. هي مربيه بواحد النوع من الاداب وواحد العفاف، كتحشم تقول راجلها تحاسب معاه، كتقول ليه ورانا غادي خارجه مع صحباتي، هو ما تيقولش واش خصك حاجه، هي كتحشم ما كتقولش لي عطيني، كتعيط لامها ولا لباها كتقول لي بابا راه خصني شي حاجه باش نقضي، او لا مسكينه كتكون جامعه شي مبلغ ولكن في خاطرها الداخل كتزير، كتقول له العهد اللي عاهدني به هو قال لي ما يخصك تا خير، ودابا انا غادي خارجه مع صحاباتي وما عندي تا 500 درهم تا حتى 1000 درهم. شويه كتصبر وحنا ما تتحمل الموضوع، كتقول ليه لا وانا هاد الوضعيه ما عجبانيش وماشي معقول وانا مزيره، مالك شنو خاصك مالك شنو خاصك. شوف الله سبحانه وتعالى يقول في سوره ال عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. وتخيل لا يحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون، عندك الفلوس تقضية واجب، تعطي لمرتك باش تمشي للحمام واجب، ولكن الاستقلالية ديالها نخوة. كاين دابا لاحظتي في رمضان كاين الصلاة وكاين النافلة، ما كتشوفش المغاربة كيفاش كيتزاحموا على المساجد بعد الفطور، هذيك راه ماشي فرض راه نافلة ولكن يحبونها. كانت يقول فيها سيدنا عمر إنها بدعة حلوة، يقول هذه البدعه هذه حيت هي بدعه راه ماشي فرض، فكيف يقول هذه بدعه حلوه يعني جميله نقوم بها، حتى شب ناس قدروا يردوها فرض بكثره حبها، هي راه نافله النوافل ديال صلاه رمضان راه غير نوافل، بحبهم لها قدرات شويه ما تولي فرض. دابا ما بقاش شي مغربي يدير معاه تشرب معاه قهوه بعد الفطور اللي طبيعه الحال كيصلي وهذا، كيقول لك لا حتى بعد التراويح نديرو التراويح. شو كيسموه التراويح؟ كيروح التراويح يعني التراويح. ها فنشوف واحد النافله بحب المسلمين لها قدروا يردوها فرض وهي ماشي فرض. فكذلك النخوه في العلاقه يعني نفرقوا بين الواجب والفرض. الفرض هو تعمر دارك بالخضره وتخرج مرتك كذا، هذا المسؤوليه داخل في لي بريغوغاتي، داخل في الواجبات في لي زوبليغاسيون. يو راه كاين ملي كنمشيو نديرو لاسيرونس، يا كاين لاسيرونس بريمير وكاين لي زوبسيون. اييه كيقول لك اودي لاسيرونس الاولى هي كذا وكذا وكذا ثلاثه الحوايج، ودابا بغيتي لي زوبسيون كتقول لي شنو هما لي زوبسيون، كيقول لك ولا طاحت لي كومبان فشي بلاصه نصيفطو لي زوبسيون. ملي كتمشي لشوطيل راقي تيقول لك عندنا لا شومبر سامبل وعندنا السويت وعندنا كذا، شتي دائما لي زوبسيون. فالزوجه دابا هذا هو علاش كنقول انا الحب راه انجاز، راه في هاد البلاصه فين غيتنجز. ملي جيتي انت عمرتي غير الواجبات غتعطيك هي الواجبات، علاش؟ لانها ما لعبتيش نخوه. اولا ما خصهاش تطلبك، علاش تطلبك؟ واش كتشوف بعينك انت عندك في الحساب 2 ملايين 3 ملايين كتجمع وهي في حسابها عندها 1000 درهم، كيفاش غتحس ملي تمشي تزور امها وتقول لها امي كي دايره مع راجلك، تقول لها بيه خير علاقه يعني نفرقوا بين الواجب والفرض. الفرض هو تعمر دارك بالخضره وتخرج مرتك كذا، هذا المسؤوليه داخل في لي بريغوغاتي، داخل في الواجبات في لي زوبليغاسيون. ايوا راه كاين ملي كنمشيو نديرو لاسيرونس، يا كاين لاسيرونس بريمير وكاين لي زوبسيون. اييه كيقول لك اودي لاسيرونس الاولى هي كذا وكذا وكذا ثلاثه الحوايج، ودابا بغيتي لي زوبسيون كتقول لي شنو هما لي زوبسيون، كيقول لك ولا طاحت لي كومبان فشي بلاصه نصيفطو لي زوبسيون. ملي كتمشي لشوطيل راقي تيقول لك عندنا لا شومبر سامبل وعندنا السويت وعندنا كذا، شتي دائما لي زوبسيون. فالزوجه دابا هذا هو علاش كنقول انا الحب راه انجاز، راه في هاد البلاصه فين غيتنجز. ملي جيتي انت عمرتي غير الواجبات غتعطيك هي الواجبات،
علاش؟ لانها ما لعبتيش نخوه. اولا ما خصهاش تطلبك. علاش تطلبك؟ واش كتشوف بعينك؟ انت عندك في الحساب 2 ملايين 3 ملايين كتجمع، وهي في حسابها عندها 1000 درهم. كيفاش غتحس ملي تمشي تزور امها وتقول لها امي كي دايره مع راجلك؟ تقول لها بيه خير. في خاطرها امها اش كتقول؟ وباينه بنتي هاد بخير، راه بطامك خاوي، تقول لها بخير. ولكن راه حشمانه. هي كتحاس بامها فكرات في هذه الجمله، كتقول لها وصافي امي بارك ما تقولي هكا، كتقول لها بنتي ما قلت والو، ساكته، انا بنتي عام داوياش. هذا غيجي واحد النهار غيولد انفجار. دابا حنا داويين دابا هنا على التعامل مع المال. دابا كاين ناس اللي عندهم المال، اللي هو عنده الفلوس كيربح مزيان، وهي عندها الفلوس، اش كيديروا؟ تيميعوا حياتهم بالمال. ما كيصبح الرابط الاساسي الوحيد هو المال. هذوك مشاو فيها، مشاو فيها. تتولي 100 درهم كتساوي درهم، كتولي 1000 درهم كتساوي 100 درهم، كتولي 10000 درهم كتساوي 1000 درهم. يعني عفاك حبيبي انا خرج نتقدى، هاك 10000 درهم واش نعطيتيني؟ هاك 1000 درهم اش غادي ندير درهم؟ راه تيبقاش قيمه. فتخيل هاد الناس اللي عندهم شويه الفلوس، اي شويه ماشي بزاف، راه مثلا هو تيربح 2 ملايين ولا 3، وين كتربح 1.5 مليون، هاو تيتميعوا كيظنوا انهم اغنياء. هما راه ماشي اغنياء، لان الاغنياء الحقيقي هما اغنياء من تعفف حتى يحسبهم الجاهل اغنياء. هذاك راه غير عندك رزق شويه 1.5 مليون ولا 2، دخر شويه اليوم الابيض يدخر لليوم الاسود كيف تقولوا العارفين. خبيت درهم ديال اليوم الابيض يعني ينفعك في اليوم الاسود، نهار اللي تكون قضيه حامضه سير شي مرضى ولا مثلا شي شركه دير افلاس ولا حنا يكون شويه ادخار ما يكونش عاوتاني الخوف مفرط وما يكونش قصدي من الاعتذار يبدل الانسان. لا، فكاين الناس اللي كيميعوا علاقتهم، كل نهار ياكلوا الفيلي، كل نهار كروفيت رويال، كل نهار لي ريستورون. كنعرف شباب اللي كيربح 1.6 مليون 20,000 درهم وفي اخر الشهر كيتسلف من الموبا. علاش؟ لانه كيتعشى 4 نوبات في الاسبوع في الريستورون مع صحابه، وخصو هو الرجوله هو يخلص. شوف الرجوله، الرجوله كتبدل رزقك، هذا هو الرجوله. وعائلات ما عندوش باش يسودوا. فرحتي منين جا هذا؟ جا من ان ثقافه تدبر المال وثقافه تدبر الفقر، راه عندهم ثقافه، ثقافه الفقر وثقافه الغنى. شنو هي ثقافه الفقر؟ ان لا نسخط، ها ثقافه الفقراء، فقراء الحراره. ان لا ما كنسخطوش، يعني ما كنشكيوش، ما كنسخطوش كيف ما كانت الوضعيه الحمد لله، ما كنسخطوش. يعني حنا مزيان، خاطرنا مزيان، وحنا فقراء ما عندناش. ماشي عيب نصرفوا مع مول الصيدليه ونطلبوه، ونتصرفوا مع مول الجزار ونطلبوه، ونتصرفوا مع الخضار. وكنقولها لحبابي الشلوح، الهلا يخطيكم على المغاربه. كنعرف انا حبابي اللي هزين 30 40 عائله في المحلات التجاريه ديالهم، وما عمره ما يصيفط لك ولا يقول لك دق عليك ولا يجي يقول لك. وواحد اخر شاد عليك شرك، دوز الاسابيع يصيفط لك العيون، العيون ويتقابلك العين ويقول لك راه غادي نحيل لك القضاء وندخلك للسجن. وكتلقى مساكن واحد المحلات التجاريه في الاحياء الشعبيه كارطونه للهكا عامر بكرنيات، الى حسبها يلقى فيها واحد 300 مليون. وكا كنعرفهم، وكنقول لها الحسين اش ما كتمشيش على الناس؟ تيقول لي كنحشم. تيقول لي انا عارفهم راه عندهم ظروف، كيخلصوا من المدرسه لاولادهم وتيخلصوا. وتنقول لهم اللي كيجيو عندك كي تدير؟ تيقول لي واه كناخذوا شويه ونعاونوا شويه. لاحظتي التأزر الاجتماعي؟ هذا ديال البركه اللي رابحين بها المسلمين هي هذه. فثقافه الفقر هي ان لا نسخط. شنو هي ثقافه الغنى؟ ان لا نغتر. راه اللي تغتر صبح فيه الغرور في الغنى مشى فيها، واللي سخط في الفقير مشى فيه. شي لاحظتي دابا الميزان؟ الا رضيتي وانت فقير، شوف الله شنو تيعطي. ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا. ما عمر شي فقير، وانا ولد الفقراء، انا ولد الفقراء وانا عشت الفقر. كنا كنشوفوا قدامنا في المستقبل بانهم غادي يبقاش الفقر، كنا كنشوفوه مكتوب. قالوا لنا لا علي ولا محمد ولا حتى واحد كنشوفوه مكتوب قدامنا كنشوفوه بان غيجي واحد النهار وما غيبقاش عندنا الفقر وغادي يولي عندنا. كنا كنشوفوه هكا، كنشوفوه متاكدين منه. علاش؟
لانه كنحبوا العلم، والعلم يرفع صاحبه. ما يمكنش العلم بحال واحد النسر كيركبك وتيديك البلاصه فيها الا ما يزيد بك كيديك العلم كيهزك تيديك البلاصه فيها الخير. تيقول لك انت تقتي فيا انا غادي نوصلك زيد. فهادشي كنوصي انا احبابي، كنقول للطلبه وتنقول الشباب، راه الركب الصحيح اللي عندنا وعندكم هو النور العقلاني، هو ذاك العقل النوراني. تركب تركب عليه راه والله يوصلك يوصلك، كينور الطريق. مقاولات ملي كتجي وتحط السيفي وتبقى تنوع في التكنولوجيا اللي كتعرف وتنوع في التقنيات اللي كتعرف، ملي كيهز هذاك لومبلويير السيفي ديالك كيشع عليه بحال شي مريض ضربه فيها الشمس، كيفلاشيه، ما كيبقاش يشوف الشخص ديالك، كيولي يشوف الكفاءه، كيولي يشوف الكونترا اللي غيسني على مع هذاك الشخص، كيقول له انت اللي بغيتك. اما اللي عنده مسكين غير الترقيعه وعنده كذا، انا جالس مع واحد طالبه كتحضر الدكتوراه وما عارفاش لورغانيزاسيون سيستيميك، ملي وريتها ليها وخدمتها معاها وتقول لي صعيبه استاذ. قلت له واش كتسحب بنتي القرية سهله؟ قلت لها غتعود تفيق مع 4 الصباح كل نهار، وغادي يمشي منك واحد 15 كيلو ولا 16، وغادي تولي قلت لها بحال الحربه. ولكن قلت لها شوفي شنو قدامك شنو تحت. الله، قالت لي هذا هو اللي كدوي عليك. قلت لها هو هذا. وقلت لها درها نيفو 1، دار المستوى الاول، نطلعوك للمستوى الثاني. ولكن قلت لها تخيلي بعد عامين ضبطي هاد الاورغانيزاسيون، ضبط عامين كي غيولي مخك. بقات كتشوف، قالت لي عاد فهمت علاش كنسقط، عاد فهمت علاش ما كنقدرش. لان قالت لي كنبقى ندوز الوراق قدام عيني وكنسحب راسي كنعقل قلت لها والله شديتي ولا شديتي. بحال الميكانيسيان اللي كيوزع لي زوتي ديالو كلهم في الحيط، كيدير واحد الطابلو على بحال هذاك اللي حاطهم في كراتن، السوار ديال 6 مخلطين مع 14، مخلطين مع هذا مخلطين مع هذا. فلاحظتي لالا الآفة هي من اللي كنميع ولادنا. دري بغيتي تسكتو هكا باش هكا باش تلعب 100 درهم، بغيتي تاخذ منه الراحة هكا ولدي 50 درهم، بغيتي يعنقك ويبوسك ويجلس معك هكا 100 درهم. كيولي التعامل غير بالفلوس. تخيل 3 سنين هكا الفلوس، 4 سنين هكا الفلوس، 5 6 7، ملي كيوصل 12 كتعطيه 100 درهم تيقول له حاكي شنو 100 درهم؟ تي مالاد نو؟ سي كوا سا؟ علاش؟ لان انت في 5 و 6 كتعطيه 100 درهم، 12 العام غتشري ليه واحد المكانه عاديه، سي كوا سا؟ انا خصني لا مارك في مي تي مالاد نو؟ كيسكو سي كسوي له عليك هذيك؟ شنو ديك الساعه؟ غتقول ما ربيتيش؟ لا ربيتي، ولكن ربيتي اوف سوجي اش اس، لان لو سوجي كان خصك انت تدخل في علاقه. وشكون هما الناس اللي ما كيقدروش اللي كيخدموا غير بالمال؟ هما اللي عندهم عجز على المحبه. اذا نقص خاص، يعني ما قادرينش يحب، حيت راه اللي عنده خاص راه كيحب شويه كيطيح، اما اللي عنده عجز لا يحب. فلهذا دائما كيبدا يغطي. هذا هو اللي كتب عليه مولير في لا بيس لافار، وتنصح طلبه وطالبات اللي كيبغيو يفهموا لي في بسيشيك هومان يقراو هذا الكاتب مولير لا بيس دو لافار، ويقراو سورتو لا بيس لي فام سافونت، هاد لي دو بيس لافار لي فام سافونت، ومن بعد العاشقات والهانات الضيخات يقراو لو دي بي امور، ويشوفوا العقلاء اش كانوا تيقولوا على الامور في 16 سيكل. بلا ما نقول لكم على الحكام العرب ديالنا المسلمين اش قالوا، نعطيكم على اللي باغي نتوما في الموضه ديال الاخرين، نعطيكم على الاخرين، نوجه نعطيكم عند الشاب الشينوا والجابون اش كيقولوا في هادشي. اذا مستمعينا، غادي دائما على ميد راديو مع البروفيسور ميمون مبارك دريبي، كنتكلموا اليوم على المال وتاثيره على الحياه الزوجيه والاطفال. مرحبا باتصالاتكم الهاتفيه، غادي نبداو استقبالها مباشره، ناخذوا اول مكالمه. فمرحبا باتصالاتكم الهاتفيه المباشره، عندكم اي تساؤل بغيتوا تطرحوه على البروفيسور ميمون مبارك دريبي اتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 52 53 او 0522 43 00 سعود. نفتتحوا باول مكالمه معنا سعاد من الدار البيضاء. بروفيسور الو سعاد، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعاد. الحمد لله، الله يبارك فيك، نتمنى تكون على خير. لاباس لاله، مرحبا. بارك الله فيك، كنشكرك على البرنامج. مرحبا اختي. مرحبا لاله. نعم تفضل. مرحبا، اول مره نهضر معكم. اي ما كاين حتى مشكل، تفضل سعاد، الا عندك شي تساؤل. كان بغيت نشارك معكم في البرنامج الموضوع ديال الزواج اللي تكون زوج وزوجة خدامين. أنا عندي هاد المشكل هذا. بحالاش؟ نعم. أنا خدامة وكذلك خدام ومتعاملين الحمد لله، ماشي راه هكا، ما كيكونش قليل كيكون نقاشات في
مرحبا. الله الله غير شوية عليك أختي، مع خوتك غير شوية عليك. راك مع خوتك غير شوية عليك. بارك الله فيك. ما عرفتش كيف نهضر. أعطينا يعني شهادة على التجربة ديالك، كيفاش كتمر الأمور بينك وبين زوجك؟ حاول تدبر المال، واش غدا الأمور بسلاسة سهلة ولا كتوقع شي اصطدامات لا قدر الله؟ الله يستر. كتوقع اصطدامات أكيد، ضروري كتوقع اصطدامات. شنو سببها لله؟ نعم؟ شنو الأسباب؟ الأسباب كتوقع الأسباب مادية، ديفوا كتكون مادية. يعني واش مثلا راجلك تيلومك تيقول لك ما كتعطيش الفلوس فواحد الحاجة وانت كتقولي ليه لا راه كنعاون؟ بحالاش بحال هكا. ما بغيتيش تعاودي، بغيتي غير تبقاي بحال هكا. نعم. ما عرفتش نعاود. ما كاين باس. مرحبا لاله بالمشاركه، اول مره كتواصل فيها معنا. مشكوره. مرحبا بالتساؤل ديالك ومشكور على تواصلك معنا سعاد. ناخذ مكالمه اخرى. زهره من الرباط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام زهره. وعليكم السلام. كنشكرك الدكتور على هادشي. مرحبا اختي. مرحبا. واجب لاله واجب. الله يخليك. انا عندي مشكل داخلي. بحالاش؟ داخلي مع نفسك ولا داخلي في البيت؟ داخلي. انا من صغري كنخدم في الديار. ملي كانت عندي هذيك 6 سنين ولا شحال. وعييت. الله. شحال في عمرك دابا؟ دابا انا بنت 72. حيت انا ما متورخاش، ما عرفتش راسي شحال عندي من عام. ما عندكش عقد زياد؟ ما عندكش عقد زياد؟ البادية ما كيتورخوش هذيك الساعة ولادهم هذيك الساعة. ولكن دابا يمكن لك انت تصيب الوريقة ديالك. ايه دابا تا تجوج بالمرأة الثانية وداك الشيء وعاد قدروا بسكي حط لنا احنا ولاد الاخرانيين. وفاش نقدر نفيدك على شنو السؤال ديالك؟ تعطيني شي نصيحة. انا من عندي 6 سنين ولا شحال وانا كنخدم في الديور. وما كاينش اللي كيساعدني، وقيت عند الوالدة مصروف هذاك الشيء. وبغيت ندير شي حاجة اللي تستفد منها. فين المدينة انت دابا؟ انا كنخدم عند شي ناس في الرباط. في الرباط. مهلين فيك؟ مزيان الحمد لله. وبغيتي شنو دير شي مشروع من غير هذا العمل؟ بغيتي دير شي حاجة أخرى؟ لا، ما عنديش ماديا باش ندير شي مشروع على شي حاجة. أنا خدامة على الوالدة وداك الشيء. وبغيتي تعطيني شي استفادة نخرج من هذا الحال اللي أنا فيها. ملي كنبقى ناعسة وأنا كنتفكر من صغري شنو داز عليا ما عند الناس وداك الشيء. لا حول. وكنبقى نتأثر داخليا ملي كان الناس هذاك الشيء كيطيح لي في بالي. الله الله. غنصحك عفا اختي غتمشي تشوف غير شي طبيبة في الطب العام تما في الرباط، اللي غي يساعدك بواحد الأدوية خفيفة اللي غادي ترخيك من القيتة ديال الليل باش تنعسي يعني مسترحة. راه كاين أدوية غير الطب العام تيعرفو في ليزونكسيوليتيك شنو عارفة لاله، باش ما يبقاش الدماغ ديالك يروج، ما يبقاش القلق الغالب عليك، ما يبقى تفيقي وتفيقي مرتاح. غير الطب العام عفا اختي غتشوف تما غير شي ميدسان جينيراليست حداك تما فقر بحومة، ومن الاحسن تكون مرا باش تلقاي تدوي في خاطرك وتتكلم. هنا في الطب العام اللي كنسمع ملي كنمشيو عند شي طبيبه كتعطيك هي الدواء لان كترخيك وممكن لك تمشي. خذيه في الليل، خذيه في الليل، تاخذيش في النهار. وفي الليل تصبح ناعسه تبغي تخرج. لا ما تصبحيش ناعسه، غادي يعطيك المقادير اللي غيصلح لك عفا بنتي. حيت ما كيهضروش معاك، يلاه كتقول لك شنو عندك كتحكي ليها شي شويه كتعطيك. هو طبيعه الحال هو دورهم ماشي غادي يبدا يهضر معاك، ولكن على الاقل حيت عفا بنتي الا بغيتي تمشي لعند اختصاصي اكبر راه الكلفه ديالو غاليه شويه. انا راعيت لك الميزانيه. لان الطب العام هو اللي تيعرف. وهكا انت اشرح لي بهكا، قول لي عافاك سيدي رجعت عندك ولا عافاك لا رجعت عندك من باب انني كنعمل في واحد العمل وخصني نصبح ضايخه بزاف وخصني نرتاح شويه والله يخليك، لان الكلفه ديال الزياره عند الطب العام عفا بنتي ماشي هي الكلفه عند الاختصاصي. انا هادشي شرعت وغير حسن النيه بهم وصدق النيه معاهم، ولا عليك راه كاين فيهم ناس طيبين كنعرف منهم الله يعمر لهم الدار، لان شاركت معاهم في ندوات ومؤتمرات يعني كيعرفوا وعندهم كفاءه. يعني ما خصناش نتجاوزوا الطب العام، راه عنده هو المحور اللي كيتمحور حوله المنظومه الصحيه في العالم كله، لانه هو لي بوليفالون. من بعد عاد يقدر هو يشخص شي حاجه اللي تحتاج لاختصاصي، ولكن بعثك عند اختصاصي ما نتجاوزهمش الله يخليكم. يعني تعاملوا مع الطب العام راهم عندهم كفاءات الحمد لله كبيره جدا. اذا نبقاو دائما في استقبال المكالمات الهاتفيه ديال كل المستمعات والمستمعين الاوفياء. ناخذوا هدى من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واخيرا مرحبا.
دكتور بس. مرحبا لالا بحبابنا اغادير. بارك الله فيك. بالضبط ماشي اغادير، تردان. مين؟ تيزنيت؟ تردان. تردان بلاد الفلاحة الجميلة. مرحبا بك. وبلاد المدارس العتيقة الطيبة. بارك الله فيك. مرحبا بك. عندي حبابي تما بزاف. ما بتجي عندنا الدراسة كبيرة. غادي نجي إن شاء الله بإذن الله. أنا كنبرمج ليها والله، يا إما شهر 6 يا إما شهر 7 بإذن الله. عندي تما شي لقاءات مع الحباب، كاين شي لقاءات، راه غادي نجي إن شاء الله بإذن الله، يا إما شهر 6 يا إما شهر 7 إن شاء الله بإذن الله. مرحبا. تفضلي. عفاك دكتور، عندي واحد المشكل. دابا قبل ما نتزوج، يعني دابا 7 سنين غادي نتزوج. قبل ما نتزوج كنت واحد البنت زعما نشيطة على الحد. حركة والخدمة ما كنجلس نهائيا. دابا ملي تزوجت، يعني يلا في تزوجت شي 3 سنين ولا 3 بنيه الاولى، وفي النعاس ديالي يعني تصبت واحد المرض، نط ولقيت راسي كنقول غادي نموت، صافي واحد الخوف ما كيتصورش. دابا الان مأثر عليا. كنت عند الطبيب وعطاني تريتمون، ودرت تريتمون زعما كما يجب، كناخذ الدواء ديالي في الوقت، ولكن اي حاجه بغيت نديرها، بغيت نخرج كنقول لا غادي نقدر نموت في الزنقه وما يعرفنيش حتى شي واحد. بغيت نلعب مع ولادي كنقول لا، الا بغات غير تبوسني البنيه ديالي كنقول صافي يمكن غادي نتسامح معاها. يعني واحد مأثر عليا بزاف شي 4 سنين ونص هادي وانا كنعاني من هذا المشكل، ودرت الدواء والو. قول لي الشريفة. نعم. هاد الموت اللي غادي نموتو، واش الموت الأولى ولا الثانية؟ الأولى. في سورة غافير يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فمن اللي هذه قلتي أنت الموت الأولى، يعني غادي نعاودو نبعتو وغادي نعاودو نموتو عند سيدي ربي؟ لا. إيوا علاش قلتي الأولى؟ ها؟ حيت لكنا غادي نموتوا وغنعاودوا نبعثوا وغادي ندوزوا في الصراط ان شاء الله. اذا ما غنعاودوش نموتوا تما، راه الخلود. لا الخلود. اذا كاين واحد الموت دوزناه قبل. اييه. اذا علاش خايفه من الحاجه اللي عشتيها؟ هذا هو المشكل. كنقول وتنقول راه عندي واحد التناقض في دماغي، كنقول الحاجه اللي فريضه عليا ومفروضه وغتجيني قداش ما عشت، لا كنخاف منها. دابا بلاتي كدوي انت على الفريضه، دوي دابا انت على الثانيه. انا دابا بغيت ندوي لك على الاولى. الموت الاولى راك دوزتيها ودوزتها ودوزوها جميع الاحباب. راك دوزنا الفريضه الاولى، راه متنا الموت الاولى. اذا من اللي متنا الموت الاولى علاش خايفين من الثانيه؟ ما عرفت هادشي جاني، ما كنتش كنفكر فيه. ايوا انا غادي نعطيك انا غنعطيك واحد البيست. شتي اي واحد شتي كيتفكر كيفكر في الموت، زيدي حداها العا، زيدي حدا العا. نزيد دابا كلمة تموت. زيد حداها العا. من القدام. لا وراها الموت. متعة. شنو ناقصك يا بنت عمي؟ شنو ناقص؟ نعم ناقصك المتعة. راه اللي ما شتي دابا شنو قلت لك؟ زيدي عا. العا بالعربية هي العين. ايه. عين دلما كتفوق فرارة، يعني كترفرف عامرة باردة، بحال واحد البيسين خاوي تسيبي فيه تهرسو لك الضلوع. فاللي تشوف كيفكر في صيغة الموت عرفو محروم من صيغة المتعة. فعلا. فنفسو كتقول لي عتقني بصيغة المتعة. فعلا. دابا انت ياك ما دخلتي في هذاك الموت اللي تحصلتي فيه ديال الطياب قابل الاولاد قابل الراجل، وانت هي اللي كنتي بحال شي فراشه كدوزي من وريضه لوريضه من حقل لحقل، واللي تيجي حاصله في واحد الشوقه ها وجالسه وكتدوري بحال هكا بحال هذوك الفيران في القفز. فعلا انا ديما كذبتيش، لان انا فعلا كنت كنخرج. دابا ملي دخلت الدار سديت نهائيا. صابت. ودابا المشكله تصابت في واحد الشهر الكريم، تصابت في رمضان. ورمضان الزوج ديالي من المدمنين تكمل الشيش يا ربي. ورمضان هو ما تكلموش، وتصابت في ذاك الشهر. فاش تصابت يعني ملي مازال ملي تيكمي تيكون فيه ما يضحك. ايه ملي كيصوم ما كيتولي كي ملكلموش تفطر. يا ولي ملي كيصوم تيولي قديده ناشفه، اديرها شريط ولا سير حزم بها ولا عمي. هذا هو المشكل. يعني دابا راه حتى بنت عمي شتي هاد صيغه الالم، هاد صيغه الضغط اللي عندك ما مديولاش ليها انت، يا ما قداش عليها. والله ينجيك منها، شكون يقد عليها؟ شكون يدريها؟ شكون يقدر عليها؟ دابا لاحظتي في نفسك كتلبي لك نداء الاغاثه، كتقول لك نفسك اعطيني المتعه، راه بغيت العق ما قدرتش توصل للعين.
فهنا عفا بنتي لابد جوج الحوايج خصنا نطلعوا جهاز المناعة النفسي وخصنا ندخلوا صيغة المتعة. جوج حوايج صيغة المتعة هي اللي كتعاون جهاز المناعة، فلابد لابد هذا بشرط ما خصكش تناقشيه. صحاباتك يجيو عندك واحد جوج نوبات ولا ثلاثة ولا تمشي عندهم وديروا الكويسيطة ديال الشعبي وديروا كاس داتاي وديروا الحلوة وتبداو تضحكوا وتمشطوا لبعضياتكم وديروا لي ماسك وتقعدوا وتعيشي واحد اللحظة اللي ديكونيكتاي، تنساي هذاك الحياة الزوجية، تنساي هذاك الأمور باش ملي تدخل عند البيت الزوجية تجيبي بعد شوية الجهد اللي غتجربيه سيمانة. راه بحال الكاربيرون، اللي عنده الفلوس كيدير بلان واللي ما عندوش كيدير 50 درهم. على مول 50 درهم غيمشي المسافة بحال مول بلان، كيمشي بعدا قد 50 درهم ولا على وعسى يلقى شي خدمه ماشي تخلص عاوتاني ويدير 100 درهم كيوصل. بحال هكاك المتعه في حياتنا، صيغه المتعه كتعطيك الرصيد ديال الطاقه باش تهز شحنه نبقاو اللي تخلينا نبقاو غاديين. اذا الا سمحتوا مستمعينا غادي نديروا فاصل اعلاني ونرجع مباشره نستقبل مكالماتكم من الهاتف. ورجعنا لكم مستمعين دائما استقبل مكالماتكم الهاتفية. نأخذ مكالمة أخرى معنا أم أيمن من الرباط. ألو ألو أم أيمن، إذن مازال معنا على الخط. ألو أم أيمن السلام عليكم. معكم على الخط. مرحبا بك أم أيمن. الله يبارك فيك لالا. السلام عليكم بروفيسور. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. عندي جوج المسائل بغيت نهضر معك. مرحبا أختي تفضلي. المشكل ديال ولدي عنده دابا 60 ونص غير كنجي نهضر معاه كيهز يدو بحال اللي غنضربو كيخاف مني بزاف. لا يا ربي الله. وكيبقى اما كياكل الكول ديال لا شوميز ديالو اما واخد السير ديال سروالو كيمصفيه. يعني ما عجبنيش هاد القضيه فيه. هادشي امتى بدا؟ هادشي بدا تقريبا من شي 4 سنين، ملي كان عنده 4 سنين. ملي كانت عنده 4 سنين يعني عامين. من قبل 4 سنين كان عادي يلعب طبيعي وكذا وكذا. كيلعب حتى دابا كيلعب عادي، غير ملي كنقول لي اي مناجي كيوقف بحال اللي غنضربو. لان في الاصل كان نضربو شويه. انت ولا با ولا بجوج؟ لا غير انا با، حنين فيه بزاف بلا قياس كاع. حيت عارف اختي راه كاين العقوبه الجسديه وكاين العنف العاطفي المستمر. العقوبه الجسديه اللي كان اللي واحد الاب غادي يربي بها ولده ولا بنته فواحد الخطا ويضربوا على يد على في خضاته هكا، هذيك راه ما كتاديش. راه اللي كيادي هو السخط، هو شي ام ولا شي اب اللي ديما معصب وما راضيش على الوضعيه ووجهه صفر وخرج حالته وعاكد دوي معاه كيغوت، هذيك هي اللي كتادي. ياك ما نتوما عندكم هاد التيار الكهربائي في الدار؟ لا انا والزوج ديالي عايشين زعما الحمد لله بخير بزاف. انت في نفسيتك بوحدك كي دايره؟ لا شويه معصبه. عا شويه ولا بزاف؟ لا شويه. انا باين ليا بزاف. يمكن حيت كون كان شويه كره مصها الدري. كون شنو؟ كون كان شويه العصبيه غير شويه كره الدري امتصها قد عليها. ملي كتكون بزاف اللي ما كيقدوش عليها مساكن كتكون بزاف. فهنا عفا اختي نصيحتي لك تستشري واحد الاختصاصي وتهدني راسك وتبردي راسك لان غتادي وليدك لاله. الله يخليك. عندي جوج. الله يخليك. دابا الله يرضيك. دابا شتي هاد الصيغه ديال الضعف دابا اللي عنده راه ملي غادي يتقوى ويدير 17 العمر يقدر يولي عكسي، يا اما يتفص ويولي مخنات يا اما يولي انفجاري. عفا اختي تبتوا عندكم مسؤوليه، كلكم راعيه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤول عن رعيته. ما بقيتيش عندك الحق تمشي. عفا اختي كاين اختصاصيين الله يجازيكم كيعطيو ادويه تاخذوها وتولي عندك لاله الابتسامه والكالم كليماتيزور في الدماغ وتولي مريحه مع راسك. تبغي عاد تغوتي بالضحك، تبغي عاد تقولي هذا تقولي هذا عاب شويه. لا فعلا معصبه شويه انا. والله يحسن العوان اختي، راه الظروف ما سهلاش الناس، الظروف ديال العيش، الظروف ديال العائله. الله يحسن العوان. لا زعما الحمد لله كنعيش حياه جد سعيده. ماشي داوي على العائله ديالك ديال دابا، انا داوي على الاخرى. اللي جيتي منها. ربما. لان اختي كل حاجه كل ضربه راه جايه من الماضي. تماما. الضربه ديال الحاضر راه باقا كتسيل باينه تقدر تعاقبيها، الضربه ديال الماضي اللي بقات اللي تسدات وباقا لداخل كتضرب.
شوف ربنا. شوف عفاك اختي اختصاصي، شوف الله يخليك في هذا الشيء ديال النورولوج اختصاصي في العصبيه، غيعطيك لا واحد تريتمون سواء كور تيرم سواء موين تيرم سواء لون تيرم، هو غادي يشخص معك وما تخافوش تشوفوا لي سبيسياليست باش تريحي نفسك وما تكونش يعني عندك عاوتاني واحد نمط الحرص. حيت نتوما بعض الامهات في التربيه ديال ولادكم كتحرصوا باش تقنوا كل شيء معاهم تماما، هذا ما كاين. كنبغي ديما كلشي يكون قادر. بنت عمي لا ولا عفا اختي لا، راه هذاك الحرص هو باقي ما عارفش، باقي ما معلمش. تخيلي عفا اختي دابا انت نشدوك ولا ندخلك واحد المصنع ونبداو نديرو نغوتو عليك على لا قادي هذه، وانت يلاه كتعلمي ما تقطعيش صبعك بشي موس ولا بشي حاجه. تماما صبروا عليه مسكين، ما كان صغير ما يعرفش. عرفتي باش الوليد يتعلم يرتب باش هذا، راه خصو مده وخص واحد الساكينه وخص يكون تأطير في داخل المحبة، ماشي تأطير داخل السخط والضغط. مرحبا لذا، مرحبا. مشكورة أم أيمن على تواصلك معنا من الرباط. نبقاو دائما في الثقة لأنه كاين مكالمات كثيرة باش نمروا الاس ام اس. ناخذ أم سلمى. ألو أم سلمى من الرباط، أهلا أم سلمى. لاباس عليك؟ صباح الخير دكتور. مرحبا لله. الحمد لله، عندي واحد المداخلات. تفضل تفضل. الموضوع ديالنا بغيت نقول لك دكتور بالله كما تقول لنا راه التربيه والاقتصاد راه مساله مبدا. راه الانسان بالنسبه للاباء الا كانوا مربين على المبدا ديالهم انهم يكونوا كيقتصدوا ويكونوا كيربيو ولادهم على طريقه صحيحه، راه عمر المجتمع ديالهم غيخسر. بطبيعه الحال، لان في الدار ابتداء من تجربتي انا الخاصه، الحمد لله ما عندي حتى شي صداع، ما عندي حتى شي مشاكل، ما عندي حتى شي حاجه. على الحمد لله. في الاول حطينا النقاط على اننا خصنا نخدموا، خصنا نقتصدوا، خصنا نربي ولادنا مزيان. بنتي عندها 6 شهور كنعطيها تاكل، كنعطيها تشرب، مي كنلعب معاها ما كنهزهاش. عارفاني انا ما كنهزهاش، مربيه على انها كتحط كتسكت كتهضر. يعني عندها واحد الاسلوب معايا انني كنقول لها جلسي كتجلس. يعني من صفر حتى 6 سنين كما قلتي راه تي بي سي ديال الطفل راه كتخدم. بالنسبه للناس اللي كتقول لك بالله راه الماضي ديالي اثر فيا او لا هكا ولا، ما نربطوش الماضي ديالنا بعلاقتنا الزوجيه حيت غنخربوها. الله يرضي عليك. ما ندخلوش لواد الحاره، ما نخلطوش الامور. اش غندخلوا لواد الحاره يدير عندنا في العين الحلوه؟ ياك استاذ، خاصنا ننساو داك الشيء باش نبداو حياتنا جديده مع واحد الانسان كنبغيو. واللي ما قدرش ينسى يستعن باختصاصيين اللي يعاونوا ينسى، باش اننا نحاولوا نعيشوا حياه زوينه. بالنسبه للاقتصاد، ماشي نبدلوا، ماشي نضيعوا روسنا، يعني نمشيو على قد المستطاع ديالنا، نمشيو على قد فلوسنا، على قد جيبنا، ما نتباهوش وما نضيعوش. الله يرضي عليك. ياك استاذ. ولا لا تبارك الله، هذه اللي كاينه هذه بركه، هذه تبارك الله من الحدقات ديال البرنامج اللي مولاتي دائما. وشوف حدقه في كل شيء، اللي حدق في الدور حدق في دماغه، هذا الشيء اللي كاين. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك ام سلمى. شكرا. مرحبا. الامهات كاملين تنقول لهم بلا ما ديروا عصبيه مع اولادكم، لان الاولاد ما تيبغوش العصبيه ولا حتى ما عمرها ما غادي تنفع مع الطفل. الله يرضي عليك. هذا الشيء اللي كاين استاذ. غير بغيت شكرا. نبه العفو، صباحك مبروك ام سلمى. شكرا. الاختي تكلمت معنا دابا ان راه لا مناص ولا مفر من صيغه التدافع غتجي لهادشي، باش ما نخليوش الامهات والاباء في واحد الحلم ديال السيروره المثاليه، راه ما كايناش. يعني ما يحلمش الاب والام ملي يشوف ولده وبنته غادي ساهل الصغار هذا، يعني لا ما تحلمش. لان صيغه ديال الشراره غتخدم. À un moment donné, il va y avoir l'étincelle. هذا قانون وضع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب العبد المؤمن القوي. فالوقيت اللي تكون الطفل في صيغة السلاسة راه جاية صيغة القوة. الوقيت اللي تحضر صيغة القوة ما في كنبه الوالدين. تقدر تحضر عند ولدنا في 6 سنين، في 7 سنين، في 8 سنين، غير بدا يرد عليك الهضره يقول لك ما تفقش معاك، يقول لك بعد مني، ويزيد دو. تدافع. إلا أنت يا متأكد بانه في هذيك اللحظه عنده الحق، ولا ويغلط هو في الجلس، يغلط في هزان يدو في رفع صوته، ولكن عنده الحق، ما تجيش تعاقبه على الفورماليزم على الفورم. رجع خليها خطا، غادي ندخلوها في لو ديغولمون في السيروره. غدا وبعد غدا نقول له ولدي البارح راه عندك الحق ملي قلت هذيك الكلمه، ولكن الطريقه كيفاش وصلت ليها راه جرحني. عفوا ولدي ما تعاودش دير هذاك الاسلوب، قولها لي لاحظتي خليت صيغه القوه ما طفيناش. اما اش كنديروا حنا ملي ولدنا ديال 6 ولا 7 ولا البنت ديال 6 ولا 7 كتقول لامها
كانت غادي معاها في واحد بحال نعيجه وي ماما اجي حبيبه واخا ماما اجي جلسي كذا وكذا وشو كتدخل في صيغه القوه بكري لان هما ذكيين شتي هما راهم اربع طاقات طاقه نفسيه طاقه فكريه طاقه جسميه وطاقه روحانيه شتي راهم مجموعين عند الطفل بربعه الجسميه والروحيه راهم حاضرين الفكريه والنفسيه باقيين ضعاف غير تتعمر الفكريه والنفسيه وكيشوفوا الجسم صافي تقد معاهم تيديماريو هذه صيغه ديال الشراره صافي كتسمع حتى تديمارو ديك البوجي ديالو كتبقى ايتانسيل كتضرب ايتانسيل كاين اللي غضرب على 6 على 7 على 8 كاين اللي غضرب 13 كاين اللي غضرب 15 كاين اللي غضرب 20 ما غضرب غضرب الا ضربات بكري هنيئا لنا ضربات في 6 و 7 هنيئا لنا ديك الساعه بغينا نخليو واحد الجيل قوي هذا راه هو عشان كنعطي مثال بامريكا وكنعطي مثال بالدول الاخرى كتلقى ولادهم كيديروا دي سبور ديال الهبال تخيل تيطلع قمه الجبل تيتسيب بالباراشوت وسكي وجاي كيتلح فوق الحجر وهذا كتلقى واحد طالع في باراشوت فين مسيب راسه كيمشي يسوق سياره ب 320 في الساعه وكيطردق هو وياها ويتفرتت راه حتى صيغه القوه احنا في واحد المجتمع ديال بشويه عندكم هذا بشويه ما عندناش دي بارك نمشيو نطردقوا فيه مع ولادنا انا بغيت نمشي بارك نمشي نتفرج نمشي نتلاح فيه انا ولادي نعزز عليا لافونتور دي كوادر كافيه وندير كاسك ونلبس وندير تسيب بالكوادر مغامره محسوبه يعني خاصنا ما عندناش انا كنبغي نسوق بسرعه انا كنحب انا بيلوت كنبغي نسوق كنبغي نسوق بسرعه باغي نسوق بسرعه ما عنديش فين نسوق فين غتسوق فين غتسوق غادي ساكن 60 70 تكون علاش ما يكونش واحد البارك نخلصوا فيه سيدي واحد المبلغ وندخل بسيارتي بغيت نفرتت انا شغل شي واحد فيا انا باغي نسوق ب 280 عندي طوموبيله كتطلع 200 باغي نفرقع والديها شغل شي واحد فيا شتي حنا ما عندناش الطاقه في القوه مع العلم ان جدودنا ملي كانوا كيعيشوا في الصحراء كان كيركب الدري في عود تخيل ما كاين ما اسرع من العود العربي لو بيغسو عرب راه طياره وكانوا العرب رقاق تخيل كيركب واحد رقيق فوق عود كيطير اش كيدير الدري النهار كله كيبدا يتسيب واو العود يصيد السبع كانوا كيصيدوا السبع كان يمشي يصيد الضبع يمشي بالنسبه ليه هو الغزال وهذاك الاخرين ساهلين وتخصو يمشي يصيد سبع مر السبع ولا غاشو يصيدوا سهل ما غيتسيب حتى يعض فيك ويخبش فيك ويفعل لك فكانوا ولادنا مربين وجدودنا مربين على صيغه القوه حنا دابا لا ولينا مربين على صيغه السكينه راه ما يمكنش عنده هو الالغوريتم عنده واحد القانون كنقول الالغوريتم سان بروغرام غيخدم ديال صيغه القوه وانت بغيتي تجي دوزو في صيغه ديال السكينه ورسوم متحركه حلم راك تشوف شحال من عائله كتعيط كتقول لك خونا كان معانا مزيان وماما وبابا وصل 17 عام ولا يسبوا اللي عاير واللي يضرب واللي يفعل ما عطيتوش فين يخرج صيغه القوه بغيتو ديروا لها لي زافي ترونسوندون هذوك المتنفسات هو الفن التشكيلي المسرح الموسيقى دائما كنتكلم على الموسيقى وبعض الناس كيسحبوني عيت كنجي كندوي عليها الموسيقى هي باب الرياضيات الموسيقى ما دويش انا على الموسيقى ديال كذا وزميره وخربيقه وكذا انا تندوي على الموسيقى بالسلاليم والقواعد وبالصوفاج راه الاغريق من سقراط وافلاطون بلاطون وجميع الفلاسفه كانوا كيربطوا لا ميوزيك بلي ماتيماتيك وبالجيومتري راها مرتبطه هي بالرياضيات لان فيها لا لوا دي ديفيزيون فيها لا لوا دو لا ميزور فيها لا لوا دي زانترفال فيها لا لوا دي زانسيرسيون فهنا ما كنلعبوش ملي كنعطي نصيحه راه ناس راني كنمشي كندرس الحاجه من شعرها لظفرها الرجل فالناس كيسحابوا الموسيقى راه كدير الفوضى وكدير ابدا راه الكلمات اللي في وسط الموسيقى اللي كتخلق البلبله اما الموسيقى المضبوطه بالقواعد ديالها فهي شيء راقي وشيء مهم راه ما يمكنش نسمعوا القران بلا تجويد تخيل ملي كتسمع عبد الباسط المرحوم عبد الباسط واحد رخامه الصوت والله العادي من انا واحد الصوره ملي كنسمعها عند عبد الباسط جويدو لسوره الرحمن تندوب عمرك كتشوف كيخدم الفيبراتو دي تكنيك ميوزيكال كتسمى الفيبراتو اش هو كيدير عبد الباسط كيدير يدو على فمو ياك الشيخ رحمه الله ما كان كيوجد كيجود كيبقى يدير جوج يدي على فمو مره كيحرك يد وحده على اليسار مره كيحرك يد هذاك كتسمى الفيبراتو شنو هو الفيبراتو هو ملي كتشوف اصحاب لورك دابا كيكونوا كيعزفوا عندهم واحد البطونه ملي كيدير النوطه وكيورك هذيك البطونه كدير طون كتدور كيتسمى الفيبراتو الاستاذ عبد الباسط كان كيعرف يديرو غير بيدو فمو تكنيك صعيبه في الفن واستطاع يوصل لها هذاك الاستاذ فملي كيقول لهم صلى الله عليه وسلم اذن لي ان اتغنى بالقران
فاحنا كنقولوا الهيكله ديال لا جيومتري وديال لي ديفيزيون راه تتبدا في 3 سنين، لان تما تيبدا لو بروميير نيفو ديال الانتيليجنس ميوزيكال في 3 ans. الى حطيتوا لولادكم علاش وول ديزني وجميع الرسوم المتحركه الامريكيه، كتلقى ميكي كيشطح هو ميكيا، ولكن اللي كيعزف اوركستر فيلارمونيك بشاف دوركست واعر. هما شنو عطاو؟ عطاو غير ميكيات باش يشدوا الانتباه لوليداتنا، والاذن تدير ليها لا ستركتوراسيون جيومتريك ديغيير، فكيطلعوا ولادهم كيفهموا لي ديفيزيون، كيفهموا المات، لان الذكاء المنطقي تيبدا اتونسيون لانتيليجونس لوجيكو ماتيماتيك كتبدا عند 12 عام. فإلا انت متعتي من 3 ans حتى 6 ans 7 ans بلا ميوزيك ستركتوري، السيرفو ديال ولدنا كيكون فيه اللوجيك، فيه لي ديفيزيون، درتي لوتيسمون، درتي الريزو، غير كيتكونيكت لورديناتور مع لي دوني هو في 12 عام، تيولي عندك واحد الشاب تيفكر بالمنطق وبالعقل. تحية لحنان من الرباط وعبد الحكيم مراكش، اسف انقطع الخط من انا رجعت تواصلوا معنا. لطيفه من الدار البيضاء، الو لطيفه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك. لا سمحتي في الراديو سمعينا مباشره من الهاتف الله يخليك. مرحبا. اين مدينه ليلى؟ من الدار البيضاء معنا. الله صباحك عليكم. صباح النور ليلى. الله يخليك. دكتور واد نسولك. مرحبا. عندي مشكل مع راجلي. ايه فاش المشكل اللي عندي معاه؟ خدام انا وياه في شركه واحده. لا ماشي يعني بجوج، يعني خدامين بزوج. يعني كنتعاونوا مشاركين كاريين، يعني كنتصرفوا وهذا الى اخره، يعني انا وياه. ولكن هو هذاك الشيء اللي كندير انا ما تيبانلوش، تما تيمو تيقول لي انت هذا الشيء اللي كديري يعني هذه الخدمه ديالك ما نفعاني بوالو. وانا كنصرف على راسي، تندير كل شيء، وهو داك الشيء اللي تندير ما تيبانلوش. ديما فين تينوط يقول لي انا جلستي بالنقص من هذه الخدمه، انا ما بغيتكش تخدمي، ولكن انا عارفه راسي الا جلست غادي نتكرفت مزيان، ما غاديش يقد على المصروف. هذا الشيء بدا من النهار الاول، من نهار تزوجتو ولا من بعد؟ هذا الشيء قبل كان كيبان لي، انا قبل ما نتزوجوا كان كيبان لي قد المسؤوليه، نقدر كاع نجلس ماشي مشكل. لا، هذا الخطاب من عنده، وهذا التصرف من عنده بهذا الشكل اللي وصفتي. امتى بدا؟ واش من عامكم الاول الزواج، ولا شحال من عام نتوما مزوجين؟ بعدا مزوجين يلا عامين، فالثلاثه اللي فات كملنا عامين. دونك باقيين جداد في الزواج. باقيين جداد، ولكن للاسف زعما داك الشيء اللي كيبان لي ماشي هو هذاك. لا 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 ما تخافش عفا اختي، ما تقولش هكا. لا لا، حيت دكتور دابا فاش تنهضر معاه هو من المشكل ديالو، باقي باغي يعيش مع الدراري، باقي باغي فهمتي، ما كيحسش، ما كنحسش بيه زعما قادر على المسؤوليه. بحال دابا كنهضر معاه تيقول لي اشنو بغيتيني، اشنو بغيتيني ندير، ياك واكله شاربه كيف جلتي من قبيله يعني، ولكن كل ما انا خدامه نقدر ما ناكلش وما نشربش. فهمتي كيفاش دكتور؟ قول لي. نعم. خاصك تصيديه نطيبو. خاصك تصيديه. ما فهمت ملي كنقولوا احنا الدريجه فلانه صيدات فلان. اش كتعني؟ يعني تصيدي. فهمت كده. ايوا لا واش شرحيها ملي فهمتيها، شرحيها يلا قولي. تصيدو هي يلا ما عرفتش كيفاش نشرحها. ياك حسيتي بها شتي، راك فهمتيها. ياك فهمتيها. ياك عندك ادوات باش تصيديه. ولكن ما تزيديش ولكن. ها بنت عمي، دابا اشنا هو الفرق ما بين الذكر والرجل؟ هو الذكر ما كيصبرش، الذكر عنده تلبيه حاجه في الساعه كيبغي تلبى ليه، جاتو الشهوه النكاح خصو ينكح ديك الساعه، جاتو الشهوه الجوع خصو ياكل ديك الساعه، بغى الكفته مشويه مع 12 ليل خصو يشوي الكفته مع 12 ليل. هذا هو الذكر، الي امبولسيف. الذكر هو البنيه اللي غادي تولي رجل، ما عندنا ما نديرو، ما عندناش شي بنيه اخرى غتولي رجل، هو الذكر اللي غيولي رجل. فانتم النساء عندكم القدره باش تمتصوا هذه الطاقه، هذه الامبولسيفيتي، هذه لا رياكتيفيتي رابيد، هذه لا فاغوشتي، راه خصها تبقى هذه في الذكر، لان راه هو اللي غيعطي البنيه للرجل. الرجل راه قوي، راه شرس مالك. فلا جيتي تزول هاد لي بولسيون، جيتي تزول هاد البنيات الحرشه، اش كيقول الله في القران؟ ذلك عذب فرات وذلك ملح اجاج. الراجل راه بحال البحر، راه مالح، ما تشرب منه تي حنجرك، ولكن راه صالح ملي كيكون وقت الحرب، راه كيتحارب مع الزمان. اش كيقولوا المغاربه؟ الراجل راه فاس يمشي يحفر. دابا حنا ما كنصبروش على الذكر باش يولي راجل، هو خصو يتلقم. اللي كيلقم الذكر باش يصبح راجل راه هو راجل حر، راجل اللي لقمو راجل. كنعلمو للذكر الصيغه ديال التأني، فين غيخرج الجهد ديالو؟ غادي يخرجو في مرته،
ماشي غيخرجوا في المعيور ولا في الشتيمة ولا في الضرب، غادي يخرجوا انه خصو يتزعط فيها في الصباح ويتزعط فيها في العشيه وتمتص هذاك هذيك الطاقه. ما تنساوش ان قوه الجماع راه كتنقص من طاقه الشراسه. فلهذا انت علاش قلت خصك تصيديه، هي ما تبقايش في هذا، ما تديهاش على هذا الكلام ديال انه تلاحظ تيقول لك انت ما هذا وانت هذا، اعتبريه الشتاء كطيح عليك وغتفزقي واحد الشيو غتنسحب فوطه شتي. ما تاخذيش حقيقه، ما تقوليش يقول الحقيقه، قول يعبر باسلوبه، هو الاسلوب ديالو كيعبر وانت غتصيديه. باش غتصيديه بالمدح، تذكر كيبغي تمدح، مدحيه، مدحي ليه العفطه ديالو، قول ليه وانت انا عديت التجريده ولد عمي، قول لي راه ملي عفتي قول لي عجبني فيك النهار اللي جيت تخطبني، وانت ديك المشيه عندك اصاحبي، قول لي اخويا كتهيب. قول لي عندك واحد المشيه اصاحبي كتهيب، وانت راه عندك شي صوت راه ملي كتدور انا قلبي كيتهز. قول لي راه وليت انايا كنغري في بلاصتي، كنقول يا امي انت جي العش غير باش نمشي عند راجلي. ولكن الدكتور سمح لي، ماشي زعما خصناها حنا العيالات اللي نسمعوا هاد الهضره هادي، المشكل ديالو هو ما كيعرفش يعبر. قول لي نعم سيدي، واش انا غادي ندوي مع اللي كيعرف يعزف؟ علاش كتشوف الشاف دوركاس البرومي فيولون جالس حدا السيد؟ كتشوف الاوركاستر دائما واحد المول كمان جالس حدا الشاف دوركاس هو كيتسمع داك البرومي فيولون. علاش كيديروا برومي فيولون؟ لانه احسن عازف في الاوركاستر هو هذاك. اشنو تيدير مع الشاف دوركاس ملي كيكونوا كيدربوا على السامفونيا ولا كيدربوا على القطعه، اللي غيعزفها اللي غيوريها للموسيقيين الاخرين هو البرومي فيولون. تيقول لي الشاف دوركاس تعزفها ليا بتكنيك كريشيندو، كيعزفها بكريشيندو كيسمعها الموسيقيين الاخرين تيقول لهم ها شنو بغيت. شويه تيقول لي عزفها ليا بديكريشيندو، كيعزفها بديكريشيندو تيقول الاخرين ها شنو بغيت. انتم على الليتي كتوجدوا وكتكتمل البنيه ديالكم في 13 عام مكتامله ناضيه مقاده. حريرتنا احنا الرجال ما كتكتمل يا بتعمي حتى 30 عام الفوق. اذا غادي نجي انا اللي عدوا البنيه مكتامله شحال هذه وعامر وذكي، انتم ذكيه تاع العفريت عطاكم الله الذكاء قبل ما انا كيوجد. عرفتي انتم عندكم الانتيليجونس ايموسيونيل، وما ادراك بالانتيليجونس ايموسيونيل، عندكم ماجده. فالراجل راه مسكين غير في البنيه الجسديه اللي واجد، اما في البنيات الداخليه في الانتيليجونس ايموسيونيل في لومباتي في الالترويزم ما عندوش مع هادشي الا القليل. ايوا واش غادي نديروا لهذوك اللي ما عندهمش نرميهم؟ راه تا هما صالحين غير ما عارفينش. فما تجيش تقول لي ما عارفش، لا باسكو الا قلتيها ليه معود كر غير نضحك. الا جيتي قلتي ليه ما كتعرفش وحسستي ليه بانك فوق منه غادي ينزعج. خاصك تبين تخبى. علاش دائما كنقول للمراه باديه بالميم بحال الماء، الماء تيبدا من تحت ما كيبداش من الفوق، هاو تيهزك تبقى طالع معك تيعمر 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 تلقى راسك كتفلوطي. صافي صيديه، شكرا، مدحيه، متصي هذيك الطاقه ديال الشراسه، ما تقيش بستيلو احمر، راه مع المده تغير راسو رطاب وصباح سعيد. يلا عامين تزواج. ورجعنا لكم مستمعنا دائما مع البروفيسور مامون مبارك دريبي. اليوم كنتكلموا على المال وتاثيره في العلاقات الزوجيه وعلى الاطفال. ناخذوا مكالمات لانه كاين مكالمات كثيره، نحاولوا نجاوب على تساؤلات المستمعات والمستمعين اللي كيتواصلوا معنا دائما. معنا مريم من مراكش. الو مريم. وي صباح الخير. صباح النور مريم. صباح الخير دكتور. مرحبا لاله استاذ ديالنا العزيز. الله يعز ايامك لاله، بارك الله فيك. الله يحبك لينا وينجيك يا دكتور. عندي واحد المشكل كبير في داري كنعيش فيه بزاف، اللي هي واحد الوقيته المهم كنت ولدت كان راجلي جلسني من الخدمه وقالك كيفيك بلي ولدك. جلست ذاك المده دازت واحد 3 سنين ولينا كنعاني شويه ماديا ومعنويا وكل شيء. هو تخربقات عليه الحياه بزاف، ما بقاش عارف راسو من رجلو فيك، كان شويه بون كان كيشرب يدو من بعد قطع. ولات عندنا الحياه مستحيله حيت لانه قطع، ولات عندنا الدار داكشي انفيرنال ما نقولكش الحياه اللي وصلنا لها. دابا وليت اي حاجه كنديرها ما تتعجبوش، واخا تكون حاجه مزيانه هو ما تتعجبوش، واخا يقول لي ديري ديك الحاجه الا درتها كيقول لك لا راه خايبه، واخا توقف النهار كامل وتجري وتطلع وتهبط وتقضي داكشي كامل اللي عندك كيضرب لك كلشي في الصفر بحال عمرك ما درتي شي حاجه. واخا جبت السيده اللي تعاوننا في الدار وتجمع وتحط وتهذا ما يكرهنيش، يشوفني دائما واقفه دائما كنجلس دائما كان ولو انني خدامه في الزنقه عندي شويه الخدمه متعبه. ونزيد ندخل للدار خاصني نكون واقفه، والا كنسمى ماشي مراه ما قداش بداري ما قداش بولدي ما قداش بعائلتي، هكا كيشوفها هو. يعني وصلت للطلاق مرارا لدرجه انه كان قال لي تنازلي على الولد وسيري. الله اكبر. يعني خليت الولد
حتى جمعت شويه ايفيكتيفمون وصلنا كاع انا اللي وصلت هو ما وصلش انا اللي كنت كاع مشيت للمحكمه باش نشوف شنو الوراق وشنو خاصني ما بغيتش نتنازل على ولدي بالوراق لان هذيك الحاله شدني من يدي باش قال لي تنازلي على الولد 15 يوم وانا خارجه من الدار منين شاف راسو يمكن ما قدش بالولد شويه ولا ما قدش انه يتفاهم معايا ولا شنو المهم عاود رجع عيط لي انا كنحاول نسمع له عشاك فوا تيعيط لي ولا تيبغي يتصالح معايا كنصالح معاه فاسيل الله يرضى عليك يعني ما كان كان عندي واحد الضغط حتى من جهه الوالدين والخوت لان فيما كنجي نعاود لهم مشكلتي ولا داك يقول لك دارك صبري عليها ولدك صبري عليه يعني كنت ما كنلقاش فين نرد راسي من بعد مني ولاو كيسمعوا لك باش نقول لك الله يحفظك وينجيك غصابو ولات كتبدل لهم النظره للحياه انه راه ماشي بالضروره انسان مضغوط خاصو يصبر على عائلته وعلى دارو لان حتى شي قد ما كيهرب من دار العفس كما كنقولوا يا لله ولاو كيقولوا لي بزاف عليك هادشي اللي عايشه فيه صافي صافي خويا بغا ياخذ الولد خليه له ربي غادي يرزقك وربي غادي يسهل عليك من عنده يعني تاني كنحاول نخرج من جهه ما كنقدرش نخلي ولدي ومن جهه ثانيه ما بقيتش كنستحمل داك الضغط ديالو ما عرفتش خاصو وصلت زعما انني لدرجه انني حيت شحال هذيك كنت كنقول لهم شوفوا بسيكياتر بجوج بينا اللي ورينا كيفاش نقدر نمشيو في حياتنا حيت تقريبا ولينا هو كيشرق وانا كنغرب وحتى حاجه ما درتها في حياتي ما تتعجبني خدمت ما عجباته وسيت الدار ما عجباته وضحك خصوصا اللي شافني ضحكه يعني هذاك النهار الكبير عنده باش ينكدها عليا لا حول ولا قوه لدرجه انني خصني نبقى جالسه في الدار شحال ديبريمي واصلا وليت كندخل انا في لا ديبرسيون ديال كنشوف الحياه عندي مستحيله ولكن مستمره دابا هو واش خدام ولا ما خدامش لا نعم دكتور راجلك واش خدام ولا ما خدامش لا خدام يعني كيخدم كيربح الفلوس بخير ولا خير مزيان الحمد لله شاري الدار ملكو يعني شراها بوجودي وانا معاه ماشي انا اللي شريتها معاه شراها راسو عندنا الحمد لله السياره ديالنا مزيانه عندنا مسائل عندنا ولد زعما ونعم اللهم لك الحمد لله دابا واحد النقطه قلتي بغيتك تعاود تذكرني بها هو قلتي كان كيشرب وقطع ياك اييه تماما دكتور شحال من عام شرب واحد 20 عام ولا اكثر يعني مدة نقول كل نهار كان كيشرب وما كيشرب وخايب دابا عفاختي اي شخص تعاطى الخمر البنيه النفسيه ديالو كتعطب فمن من من الافات الكثيره اللي كيوصل ليها الخمر هي دي تروبل في الكومبورتمون لاغريسيفيتي La perte de la notion de plaisir, la perte du désir, l'empathie qui me chouette les facultés psychiques. Fa, ملي كيولي واحد عنده une pulsion agressive disposée بحكم انه بعاد من الالكول وما دارش une cure thérapeutique لانه باش يتعافى الانسان من ترسبات الخمر خصو يدير une cure thérapeutique يعني كاين مستشفيات كاين دي كلينيك اللي كيخص يمشي الانسان يدوز فيهم واحد المده على الاقل 3 ايام 4 ايام في الاسبوع وعاود يرجع 3 ايام 4 ايام بواحد الادويه بواحد مع اختصاصيين باش نعاونوا الجسم يتصلح هذه من جهه ثم كيخصو يتدرب يعاود يرجع لومباتي اللي هي القابليه على خلق علاقه طيبه القابليه على خلق جو فيه المرح راه هاد لي فاكولتي هادو ضربوا بهاد السنوات ديال الخمر فدابا هنا عفاختي راجلك معطوب نفساني راجلك معطوب دكتور باش نقول لك انا بالنسبه ليا فاش منين تزوجت به ومنين عرفته كاع قبل ليتا نورمال ديالو كان هو شارب وكان كيضحك يعني كيصبح الصباح كيصبح ستريسي معصب تيغويت هذا لي مومون اللي كيشرب شغل نقول لك راه لا اله الا الله بحال انا كنقول هذيك هي ليتا نورمال ديالو لا ولكن ملي كان ملي كان مع افون كيقولوا لي ياك ما كانش شارب كنقول لهم راه حيت ما كانش شارب يعني دابا زاد مني نقطع ولات لاتا انورمال ستريسي طول الطون ما عجبو حتى حاجه ما راضي حتى على شي حاجه حتى شي وضع ما عجبو خصوصا واحد النقطه اللي بغيت نشارك لها بروفيسور هو انه من صغره كان كيبغي يجلس بوحدو ما كيبغيش يكون مع شي حد يعني حتى منين تزوج انا كيبان لي انه داك عنده عائله وعنده مراه في الدار وعنده ولد في الدار وعنده هادشي بحال مضايقه عندي لك واحد السؤال اشنو عجبك فيه باش قبلتي الزواج منه عنده واحد الكوتي ديال المحنه باقي هاد وكيبقى ولد الناس زعما مالغري داكشي كامل اللي عشنا كيبقى ولد الناس مالغري الهضره اللي جرحني بها ولا الكلمات الخايبه اللي خديتها من عنده كيبقى ولد الناس ولد عائله عنده مرض نفسي بمجرد ما يتخيل بمجرد ما يفكر في واحد الحاله سلبيه
كيصبح عايشه كانها حقيقه، فتيوليو عنده ردود افعال ديالها وهي بقى ما كايناش، وتيبدا يستفز فيك باش يديرها. مثلا كنعرف ان اشخاص مسكن اللي عندهم دي تروبل بارانوياك ولا سكيزوفرينيك اللي تيقول لك نمشي للقهوه كنبدا نخنزر في شي واحد باش نقول لي ما كتخنزر فيا غير باش يرد عليا باش نضرب معاه. تخيل هكا تيقول لي مسكين الشاب كيف ما حطها في بالو كيبغي تيقول لي وانا ما عرفتش في الاخر اش درتها، ولكن تيقول لي متى ندخل القهوه كنبدا نقلب شي واحد باش نخنزر فيه. وتيبدا يقول لي بقى نخنزر في هذا ونخنزر في هذا، وكنشوف قال لي بقباحه باش قال لي نشوف شي واحد يخنزر فيه ونقول لي ما كتخنزر فيا. عرفتي مسكين دابا il suffit غير de penser هاي فكره عطاتو حاله استنفار هذا هو المرض. على دم الانسان لا قدر الله ملي كيكون الله يستر عنده الكونسير الا تيولي عنده لو كور الجسم كيخدم بطريقه عاديه، ما كيبقاش الجسم كيخدم بطريقه عاديه، ما كيبقاش لا سانكرونيزاسيون ما بين الكبده والمعيد، نو ما كيبقى حتى حاجه عاديه كيتخربق. علاش؟ لان اصبحوا عنده دي سيلول مالين. شنو هما السيلول مالين؟ هما السيلول كذابين. كتجي واحد الخليه كتقول الاخرى واعطيني انايا ناخذ من عندك هذه الماده، كتعطيها لي باش توصلها للاخرى ما كتوصلهاش. كتجي كتكونيكتا معها، شنو هو الفيروس؟ الفيروس كيجي كيتكونيكتا مع واحد السيلول تيبين ليها بانه هو راه سيلول بحالها، تفتح هي تيدخل تهلكها. سي علاش كنقولوا مالين؟ يعني فيها لو مونسونج، فيها التحرميات. فراه كذلك فجل الله قال لهم انا ما غادي نعطيهمش الكلام الانبياء ديالي، وما عطاش النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، عطاه القول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم، كان كيجاوب بجوج كلمات ثلاثة وكتعطي معنى اللي كانوا العرب كانوا كيقولوا جوج الجمل وثلاثة الجمل وأربعة الجمل. فلهذا الله كان كيستعمل هكا بلا يعني عنوة مصطلح قول، لأنه بالنسبة للعرب في هذاك الوقت ملي كتقول فلان جا بغى يقول لك قول حقرة، كتجي حقرة كاتب خصك تسمع منه كلام. فكان يكلمه، علاش علاش الله سبحانه وتعالى قال وكلم موسى تكليما؟ حيت كون قال غير كلمة غادي يقول قال له جوج كلمات حقرو، راه موعرين هما العرب التحليل كانوا غيقولوا اي كلمه يعني قال له غير جوج كلمات. لا، زاد قال لهم وكلم موسى تكليما، يعني دوى معاه مزيان عطاه من الكلمات. فملي غتلقى في القرآن وكلمة وعيسى كلمة الله وكلمة سبق، غتلقى سبق عليهم القول وكلمة. مشى الله المعجزة، مشى الله سبحانه كيستنفر الفكر العربي كيستنفروا، قال لهم انتم كتبهوا بالكلام وانا غادي نجي وغادي نعطي المعجزة بالكلمة وبالقول. لاحظتي لالا هاد الشحنة هادي؟ فراه كذلك الشخص اللي كيكون داز في ياك معنا شي فصل. اذا الا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع عناوين اخبار ما بعد المنتصف. بل احد الطرفين ولا دوك الحسابات ولا البخل، لانه كثير من الازواج اللي شي درش يعني في العلاقه الزوجيه وكيفاش كيوصلوا يعني لهذ المشاكل. للاسف العديد من العائلات وكنعرف منهم واحد العديد اللي الزوجه عيشات هي وعائلتها قولوا، وكنعاود وكنقول ما كنتزوجوش اللي باغين، كنتزوجوا اللي صالح لينا. هو مجنون مش تزوج عقرب، والعقرب مره تعنق مره تدق بالشو بالسلاش، حيت كيفضل يمشي يخلي تجارته ويمشي يخدم في خدمه جوج وخدمه ثلاثه يهلك راسه، حتى واحد النهار تلقى راسه مصاحب ولا كيسكر ولا مجنون. لقد جعل الله لكل شيء قدره. كنعرف حالة اللي السيد كيربح فلوس صحيحة وزوجته بنت عائلة غنية وعنده وليدات، النهار دار إفلاس طلقاته قالت لي ميمكنش أنا ننفق عليك، أنا خصني رجل وينفق عليا. فمن اللي جلس تيبكي قدامي وتيقول لي ضاعت لي حياتي، بقيت ساكت قلت لي ما ضاعت لك حتى حاجة غير تكب عليك الماء بارد وفقتي ربحتي نفسك. لأن النهار الأول أنا البارح ملي قلتها في المحاضرة راه شحال من شاب تهز، كان قلت لك أنا راه كنلطم المفاهيم. قلت لهم أنا ضد الفكرة ديال نتزوجوا راجل مع امرأة ماشي في نفس المستوى، ضد. كان قاري خصو ياخذ قاري، كان درويش خصو ياخذ درويشة. أنا ما كنآمنش بالحب، كنقول لها تنعاودها. تجي شابة تقول لك أنا بنت عائلة متوسطة وجاني ولد الناس، كنقول لها رضي البال أبنتي.
حنا يصلح لنا غير الحمير، هما عندهم العودان حنا بغينا غير الحمير. بغيتي تدرك الفوق العود لو عندك بغيتي تطيحي شنو ترسل عين كفاك. فنتخيل بحال المحاضره فشي حمل الشاب تهز قال لك لا انا يا كنقرا وكنبغي قلت لي شغلك هذاك علاش مشيت تجيبها من الجبل ما قارياش؟ انت قاري عندك الدكتوره سير خذ الدكتوره بحالك. لا هو قاري عنده الدكتوره التقارب ها وتيمشي للجبل يجيب وحده عندها ما تمشي الشهاده. يا ربي على الاقل غير نفعها وقريها وتصبح واحد النهار هي عندها الليسونس وعندها الماستر وليديها يدعيو معاك ليل ونهار وهي تدعي معاك وولادها يدعيو معاك. الا دكتور جامعي باحث جايب وحده من الجبل ما كتعرفش تعمر تبرا هي ما غيبكش تقول لا بالنسبه لي راه كنز جابوا لي الله. بالنسبه لي انا راه كارثه. انا ما كنامنش بهذاك الحب ديال هوليوود ديال وحده كتسيق في الشارع وجايز واحد مليار ديال الطوموبيل وشاف فيها في نوال وقال لها كذا وتزعط فيها وجابها للوطيل راه مثلوها شحال عند الهنود كذلك. ولكن في حقيقتهم هذيك الممثله الهنديه غتزوج واحد كيشطب في الفيلم تزوجوا وفي الحقيقه والله اللي طلعت عليه ولا شفت فيه. فانا من الناس اللي كنقول انا ضد هذا الاختلاف. واحد ولد عائله درويشه متوسطه تلاقيتي بنت حباتك هي حباتك ان بنت عائله غنيه جات اتصلت معايا قالت لي كنحب واحد الرجل خدام موظف تيربح 4000 درهم وهي عائله غنيه وبا وما قال لها بنتي حنا ما نعرضوكش ولكن غتعيشي بالقدر اللي جات اتصلت معايا قلت لها بنتي سيري حيدي من تما قلت لها كنحبو قلت لها الحب راه ما كاينش راه صنعه يتم انجازها انت يا بنتي ما غتقدري تنجي حتى زربيه شتي عزربيه تنجي الله بغات تنجي انت سلامي تفيقي من القلب سيري. بقيت فطمتها حيت لي هذاك الحلم لان الحب فين كاين؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هو الحب فين كاين؟ سيجعل هو هبه كيتنازل من عند مولانا وكيتحط لمن المؤمنين شنو داروا؟ عملوا الصالحات يعني داروا غياليزاسيون ار بلس ان. اما الذين يؤمنون ولا يعملون الصالحات انت ويا دبر راسك بغى يعطيك اخويا يعطيك ما بغاش يعطيك راه عطيك لا غير قال لك ان الذين ان الشرطيه ان اداه نصب وتاكيد ان اداه نصب وتاكيد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ها هي الشروط خاصك تكون مؤمن وتعمل الصالحات سيجعل له الرحمن علاش قال الرحمن كيرحمنا. اما دابا كاينه تجاره عالميه ديال الحب تخيل كاين في خبار كاين فوند كوميرس عالمي لان بهذا اسم الحب تتبع الموضه كتبع الريحه كيتبع المكياج كيتبع البرودوي امانسيسوني كيحيدوا الغلظ تيتبع القروده تيتبع كل شيء باسم الحب. فتينوضوا دير ماركتينغ واعر اللي مرأسه هوليوود وصحابها وراها لاندستري ديال البيزنس ديال التكستيل وديال المكياج ودال لوكس وراها صحاب العقار وراها سيتيون سان بيزنس. احنا كنجيو كنشقوا هاد الحريره ديالهم. ف العائله اللي غادي يصبح المال خراب شخص سواء رجل او امراه والعكس عاوتاني. سيده راسلتني قالت لك 7 سنين وهي مخطوبه وهي تنفق عليه هو تيقرا دابا عندوش باش يقرا كتنفق عليه باش يقرا مزيان زيد كمل قريتو مشى خدم كتعاونوا لا السالير اللي كياخذ كيعاون به والدي ما تيكفاش كتعاون. شوف الحاول ميم ديال السيده بلا ما نقول الحاول ميم شنقصد بها حيت الا جيت نقصد كنقول بالحاول الميم راه غادي نسعر شي وحده هاد الصباح. شوف الحاول الميم ديال السيده كتنفق 7 سنين تتساين وملي خدم وبلاتي ملي خدم قالت لي ودابا راه حنا صافي راه العائله كي جابها وما تلاقاو بها قال لها بنتي حنا ما نقدروش نجيو نخطبوك حتى ولدنا يدير مستوى ويستقر ويشري دار وكذا وكذا. شويه دابا ولا كيدخل معها شكون اللي غادي العرس قالت لي انا مستعده زدت انا حاميم وكاري قلت لها انت حاميم وكاري زيد. شويه اتصل بها واحد الشاب اخر بغى يخطبها قالت لي اشنو ندير قلت لها شتي حنا رجاله بنتي ما كنمدوش يدينا ودابا شوفي انت شنو بالك شي الراجل كيما تشيد يكون محتاج ومزير كيتسلف وتيرد تيتقاتل باش يرد وملي ما تيقدرش يرد كيمشي على الناس وكيعتذر تيقول ولدي الله يرحمك اسمح لي راني ما نقدرش نجمع هالعار صبر معايا خذ هاد شويه وهاد شويه وما تيتخباش على الواحد تصوني عليه كيجي عندك
كتدقوا عليك يهبط عندك ماشي كيقول ولا سير قول فلان راه ما كاينش ولا كيطفي التليفون لا ما تيطفيش التليفون وما تيبدلش النمره كيبقى ساكن في دارو وكيهبط عند السيد اللي كيتسالو كيقول ليه اسمح لي وملي كيغوت عليه اللي عنده الدين كيحني راسو لان عنده حق عليك كتحني الراس كتقول ليه يا سيدي عندك حق عندك الحق هذوما الرجال اما اللي تشوفو جاي باسم الزواج ما كنسميش الزواج الزواج بالمكسور شي من اللي بدا يمهرس بالزواج لان اللي دخل الزواج غيجلس على الجاج شتي اللي دخل يتزوج بيت الزواج غتولي المراه كتمشي في الجاج وكيدير بيت عمي الجاج كان غير فلاح شلخ ودق فنصيحتي للرجال اللي زوجاتهم وعائلات الزوجات معيشينهم من شفار عينيهم معلقيهم نوض زيد في حالك ولد عمي صارحهم قول لهم ودي انا كنربح 10000 درهم يا نعيش ب 10000 درهم ديالي مقاد يا خويا نزيد في حالي وحده في جوج راني ما نزيدش الا كتلقى السيد ديكوفير ب 40 و 50 مليون وكيزيد خدمات هاو تخيل كيجي عندي كيقول لي بغيتك تعلمني باش نخرج طاقات اخرى باش نزيد لانه ضايع عائلتي اش كندير انا كنبدا نغني المرساوي كنقول له ملي حضر الحماق راه حنا نصدر كان خدم واحد القصيد المرساوي ومزال تصنت المرساوي بحال هكا تيقول لي استاذ شتك ما رديتيش عليا واش رد عليا اش نرد عليك مقلع ونرد عليك الحقيقه هي التواضع هي نعيشوا بواحد جوج دريال عندنا ولا نبداو نطيروا وملي طير طرد خمارات اكيد انه الضرر يعني غير الحق حتى بالاطفال وكاين العكس كاين اللي كيمشي ما قادرش يخدم موظف في شركات عنده الفونتاسم ديال باترون كاين واحد الرجال عندهم واحد الفونتاسم كيحلم دائما يكون باترون ما كيرضاوش الناس اللي امر فيهم هو الا بغيتي تكون باترون حقيقي خصك تكون دزتي في عده مقاولات وخديتي تجربه وتامرتي وطعتي وتحكيتي وتسقلتي كاين اللي كيقرا وكياخذ شواهد مباشره المقاوله ما عندوش تجربه ما عندوش تجربه ما عندوش راس المال وكيبدا ياخذ راس المال من عند مرته من عند عائلته خطأ لان المراه غادي تخنق ماديا وغادي تخنق راجل ماديا وغادي بجوج لوجوج حاصلين غريق استنجد بغريق غادي يغرقوا بجوج كنقول للنساء ملي تشوفوا زوجكم داخل المقاوله وعنده ديون انت يا لاله ما تعاونيش من فلوسك كنصحك ما تعاونيش راجلك اللي عنده المقاوله من فلوسك فلوس ديال الدار بوحدهم فلوس العمل بوحدهم يا اما لقى شركاء يا اما لقى فورنيسور يعاونو الا ما لقاش يسد المقاوله ويشمر على دراعه ويمشي يخدم عند الناس راه نتوما بنيه الناس نيه كيجي كيقول لها راه باقي ليا غير كوموند ونضرب افير وكنا شفنا هاد الحالات يعني اللي بعدها ولا اللي عطات دي شيك في بلاصه يعني كاين بزاف ديال كتغرق المراه ديون لاحظتي الا ماشي هاد الصيغه عاوتاني فاحنا ما كندخلوش عائلتنا في لي زافير وما كندخلوش ناخذ منهم شيكات وما كندخلوش ناخذ منهم الفلوس باش ما نغرقوش لافير لان كاين لو ريسك في التجاره التجاره فيها لو ريسك يا اما تربح يا اما تخسر الا ربحات سهله ها والخسران كتبقى المراه تجر في الدين واحد 15 20 عام كنعرف عائلات اللي السيد غرق مرته ديون وهرب للخارج وخلى حاصله هي والولاد ماشي حشومه فاصل اعلى لمستمعينا لو سمحتوا نمشيو لقراءه الاس ام اس ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم اللي توصلنا بها عبر الاس ام اس للرقم 5080 اذا نمشيو مباشره لقراءه الاس ام اس ونتعرفوا على كل تساؤلاتكم ويجاوب عليها البروفيسور مامون مبارك دريبي التساؤل الاول بروفيسور المستمعه ناديه عندها 35 سنه كتقول انها مزوجه هذه 11 عام عندها وليد ولا بنت يعني عندهم 9 سنين عندها ولد واحد بالملخص هي كتقول على انه في بدايه الحياه الزوجيه ديالها كانت عايشه مع عائله الزوج هذه 6 سنين باش خرجوا يعني ولات عندهم يعني دار خاصه بهم ولكن هي شافت على انه واخا يعني ملي جلست مع الزوج ديالها ومع ولدها يعني حتى حاجه ما تغيرات لدرجه انه دابا يعني عايشين عندهم واحد الافلاس يعني السيره ديالهم في السيزي وكنظن يعني ما كتبش ما كملاش الاس ام اس ولكن يعني كتفكر لدرجه انه كتفكر حتى يعني في بزاف الحوايج تغيروا فما عرفاش كيفاش تصرف لانه يعني كتعاني مع الزوج ديالها دابا هنا للاسف كنت بغيت تعطينا اس ام اس ديال معلومات ماليه البيت علاش كنسميه مؤسسة الزواج راه فيه فرع قانوني فيه فرع اقتصادي فيه فرع المحاسبات فأي شركة سواء مقاولة البيع والشراء أو الشركة ديال الزواج راه هي شركة نقول شريك حياتي فالشركة ديال التجارة
تتبدا بواحد راس المال. ثلاث سنة هذيك الشركة بواحد المبلغ إفلاس، العام الجاي كيدار لها لو غوبور انوفو نيجاتيف، يعني المبلغ اللي العام اللي فات سالات به مثلا كتسالها 50 مليون، كتبدا السنة التجارية المقبلة بغوبور انوفو نيجاتيف. ولو غوبور انوفو تيعرفوه لي زيكسبير كونطابل وتيعرفوه الناس المقاولات، كيبقى تابع المقاولة دائما دائما، ما يمكن يزول الا بربح كبير، من مارج بينيفيسيير كبير كبيرة اللي غتزول هذاك الروبور انوفو نيجاتيف، او لا بدخ مال جديد اللي كيجيبوه لي زاسوسيي سو فورم دو كونط كورون وتيدفعوه في الكابيتال ديال المقاوله باش كيمتصو لو غوبور انوفو نيجاتيف. ايوا دابا نحيلوا هاد القواعد اللي هي غتعيشها الشركه التجاريه، نحطوها في الشركه الزوجيه. من اللي تتبدا الحياه الزوجيه بان انفيستيسمون نيجاتيف، يعني انت تتربح واحد القدر قليل ولكن شريك اكثر من 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 راس مالك. دخلتي راسك في واحد السيارة ولات واحد طريطة والمصاريف غالية، وكتعيش في الدار البيضاء. الدار البيضاء راه مدينة غالية، الدار البيضاء مثلا ولا طنجة ولا مراكش راه غالي المعيشة فيهم، راه 100 درهم في النهار ما كتكفاش تقضيه، 100 درهم ما تساليش تجيب كيلو ديال اللحم وتجيب شوية ديسير، 100 درهم 100 درهم شات. فما بالك ملي غتولي تتلبس وليداتك وتمشي للقهوة وتغدى في الريستوران، غتخص أضعف الإيمان فوندر المون ديال واحد 1000 درهم في الأسبوع. هذه غير باش تأكل وتشرب، 1000 درهم في الأسبوع هاي 4000 درهم، هذه كنقول أضعف الإيمان. راكين اللي كيخصو حتى 1500-2000 درهم في الأسبوع، هي 8000 درهم شات. تدعف لها ديال طريطة، زيد عليها المسائل ديال الدار وديال الماء وديال الضوء وليزيكسترا ديال المرض ديال الأدوية، وعاد الخوت والصحاب اللي كيقول لك عطيني وسلفني. فلاحظتي الا ما دارش هنايا ان تيود دو فوزابيليتي، راه خصها ديال راسها هي. لهذا الزواج راه ماشي لعبه. اش كنقولوا احنا الحب صنعه؟ الا خصك تكون ذكي وقاري باش تعرف بعدا تفك راسك من قواعد التسيير والقواعد الاقتصاديه وقواعد العلاقات. عاد كدوز للمعاشره اللي حنايا الحريره والروينه لتحت، وحنا حبا حبا هو خربقا خربقا مش من حبا. فهنا يا اما السياره مشات للسيزي، تباع السياره اش بغيني بها؟ سير سيدي تفاوض مع الشركة، قول لهم الله يخليكم عواد ما تبيعوها انتوما، غنبيعها انا باش ما تتباعش في سيزي بخسة. لان في سيزي اش كيبداو يديروا؟ كيبداو يشوفوا يشريوها بارخص ثمن. كتبقى المقاول اللي شاد الليزينغ ملي غيتباع المبلغ بالسيارة غتبقى متابعه في الباقي. جوج خسارات، مشات السيارة وغيبقى تابعه المبلغ ديال السلف. فحنا كيدير عملية صلح وكيحاول يبيعها بنفسه ويلقى لها الشاري. للاسف الازمة اللي كاينه، وكاين اللي كيستفزوا هذا الحرام، وكاين سمك القرش اللي موجود في السوق. ملي كيعرف واحد السياره ولا واحد الملك مسيزي ما كيبغيش يدوز يشري بالثمن ديال السوق، تبقى يتسنى كذا وكذا. دابا ها هو درس للناس. فدابا الحل هو كان خصها تعطينا معطيات، شحال كتربح هي، شحال كيربح هو، باش نعطيو نصيحه. حيت حنا في التحليل ماشي كنحلوا الخوه، خصنا كنحلوا معلومه تكون قانونية، تكون مالية، تكون استراتيجية، تكون فكرية، تكون نفسية، عاد كنقدر نحلوها. أما جيست هكا أن سوجي كوم سا يعني ما مكتبش. واخ سلام، أنا أم البنات من كازا، الحمد لله رجلي ما حرمني من والو، كيوفر لي كل شيء أنا وبناتنا، ولكن كنقول ليه ملي كنقول ليه يعني دور معايا كيغضب عليا وكيقول لي عيب هذه الكلمة، يعني كيشوف لانه بحال راه مزوجينش، يعني ما كتقالش ما بين الازواج، وكيكعب باش المره الجايه ما نقول ليه والو. عافاك بروفيسور شنو ندير؟ غتقرا ليه سوره البقره الايه 177 وغتقول ليه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى. شوف علاش كيقول الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى، وصبق هنايا الله سبحانه وتعالى آتى المال على حبه ذوي القربى، صبقها عاد غتجي في الآية غادي نمشي للبلاصة اللي فيها وأقام الصلاة وآتى الزكاة. صبق الرحمن الرحيم آتى المال على حبه، صبقها على الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة فريضة في الإسلام، أما آتى المال على حبه نخوة. هنا سؤال، الهاء ضمير مستتير تنوب عن من؟ سؤال الأذكياء المسلمين سروا قلبوا آتى المال على حبه
ها الهاء ضمير مستتر تنوب على من ما غنجاوبش انا سولو قلبو نتوما جاوبوا حيت ملي غتعرف الهاء علاش الله سبحانه وتعالى قال واتى المال على حبه وصدق شكون ذوي القربى يعني اللي قرب منك اللي قرب زوجتك ولادك امك باك خوتك عاد داز اليتامى والمساكين كاين اللي كيمشي وكيدير الصدقه عند اليتامى ويمشي يدير صدقه عند البراني ومرته مخصوصه وولادو مخصوصين علاش باش يقول قال عليه كيدير الخير سميتو الرياء الرياء فعلا سميتو الرياء حيت اللي صالح بعدا لزوجته ولولاده ولمو وخوتو عاد نشوفو البعيد اما باش تخلي المراه وتقول لها عيب تطلبيني وتيقول لك لا سوره البقره في الايه 177 وآت المال على حبه ذوي القربى مرحبا لك اذا ناخذ اس ام اس اخر انا خديجه من السمره مزوجه هذه 4 سنين وعندي وليد عنده عام راجلي خدام وانا في الاول كان موعدني على انه غيتهلا فيا وما غادي يخصني حتى شي خير مي من بعد والو ملي كنقول ليه عطيني كيقول لي ياك الثلاجه عامره والتقضيه ديال الشهر كاينه فشنو بغى يعني وما عرفاش شنو ندير دائما بروفيسور كثير من الاس ام اس قريتهم دائما الراجل تيشوف على انه راه مسؤوليه وللمراه ما خاص يعني فلوس راه الثلاجه عامره راه المصروف هذا هو الفكر ديال اللي كان سائد في الربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات الذكي هو اللي كيجدد الفكر ديالو مع معطيات الجيل اللي معاه ومع معطيات المجتمع اللي هو حاضر فيه لكل وقت كل وقت خصو فكر جديد وخصو معطيات جديدة والله وتقوموا بالتكرار إلى حتى تفشلوا فهادو ناس بغاو يديروا كوبي كولي بغا يعيش بالنمط اللي عاش به باه امه بغا يدير النمط اللي عاش به جدو جده يمكن يصدق ليك فين الا كنتي في الصحراء مع قبائل الترحال الا كنتي في الجبال مع قبائل الترحال يعني كتهز مرتك في واحد الخيمه وكتسرحوا الغنم عقليه ديال الترحال ماشي هي عقليه ديال الاستقرار في المدينه المدينه كتبغي الزوجه تخرج تركب في الطوبيس ولكن إذا لقيتو عامر تبغي تشد تاكسي ولا لقيت التاكسي عامر تبغي تشد تراموي المرأة كتبغي تخرج للمدينة وتبغي تعيط لواحد صاحبتها ودخلوا واحد القيصرية وتشري واحد جوج حويجات لوليداتها وشي حاجة ديال الدار المرأة كتبغي تكون غادا في الطريق وتعيط لأمها تقول لها أمي لحقي عليا وتدخل يومها لواحد مخبازة ولا واحد الجلاسيه وتحط واحد جوج قطوات وكاس داتاي وتشرب هي وامها واحد الكويس داتاي وواحد الحليوه ويتذكروا وتبغي وتحل بصدامها وتجبد وتقول لامها كامي امي هذه 200 درهم خذي بها شي الحيمات وتعشي انت الوالد اما في القريه وفي عقليه الترحال ملي غتجي عندك امك في الباديه غتعطيها السيده قله ديال السمن ولا غتعطيها بنتها قله ديال العسل ولا غتعطيها قله زيت العود ولا كانت دايره ذابحه واحد الخروف جديد غتعطيها واحد الفخاد منه ديك الساعة المال تيصبح بضاعة في واحد الطبيعة فاحنا ما نقدروش نبقى مطبقين فكر بدوي أعرابي في حضارة وفي مدينة اللي صبح فيها الانترنت وصبح فيها كتبغي المرأة تشارجي التليفون كتبغي المرأة تشارجي الانترنت باش ديسكوتي مع صحابتها ودير هذا فهذا نوع من التسلط الذكوري ومن واحد شحال هادي كانوا ماشي بعيد باقي لدابا بعض الديور كتلقاي الباب الصغير والباب الكبير واحد الديور على فاس وفي مراكش وفي مكناس في المدن العتيقه وحتى في سالا وهذا كان مول الدار كيدخل دارو وركب على العود فكانوا كيديروا باب صغير كيدخلوا منه الناس اللي عندهم على رجليهم وملي كيجي سيد البيت كيتحلوا البيبان الكبار وكيتمدخل وسط الدار بالعود بارك مسعود هذاك المغرب هو اللي تستعمر حيت كانوا الرجال في هذاك الوقت والله لا دخل شي حد ولكن ملي صبح السيد يتباهى وداخل بالعود وولاده وحبابه مقردين ويقول لك كذا وكذا وكذا الحمد لله كانوا رجال لان قومهم كانوا رجال ولكن كانت العفه وكانت الرحمه وما كانش وقت السيبه
انا اخي بحق ملي كنقرا في المغرب وكل داك وقت السيبه كان اللي قوي يمشي يغصب الضعيف كان ما كاينش اللي ينصف حد ديك الساعه نزلت علينا الحق علينا القول باش يجيو ناس يادبونا ويربيونا دابا نردوا البال داخلين حتى حنا لواحد الوقت اللي مازال هذا الفكر الهمجي كيرجع مازال هذا الفكر الهمجي كيرجع ان السيد كيدخل دارو وماشي كيستعطف زوجته يستأذن ويحببها يقول لها قطع لي تفرج ليا تقول لها واجب لك تقطعي تفرج يعني مشينا من تحبيب لا بروسيدور دزنا من صيغه التحبيب اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الى صيغه الامر والنفس ما كتقبلش محشوماش قول لها الشريف الله يخليك انا بغيت نقطع لك ضفيراتك وبغيت نغسل لك رجيلاتك وهي غتقول لك لا ونقول لها والله يجعل خاطرك انت راه ما كنقدرش نتحنى ونجي على خاطرك الله يرضي عليك حاشاك الشريفه عاوني خصوصا المراه يعني كتبغي هاد تخيل تقول لها ماشي غتقطع لك ظفارك دير لك المانيكور والبيديكور كاين اللي كيجي كيحيت الزباط وكيقول لها راه خصك تقومي بالواجب لاحظتي حرشه بحال هكا حرشه تخيل انا نقول لسيدي ربي ولا شي واحد يقول سيدي ربي ربي الله يخليك قوم بالواجب يا قلتي لنا ترزق العباد دخلتي ترزق بغيتك تقوم بالواجب تخيل كي غندوي مع الله ما كندويوش تضرعا شنو هو التضرع تضرع يا رحمن ويا رحيم ويا ودود ويا لطيف نسألك العفو يا رحمن كنتودو وكنصغرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصل جبريل إلى العرش يصبح صغيرا كالنحلة بكثرة الهيبة اللي كيوصل قدام الرحمن كيبقى يصغر يصغر تيكون لي بحال نحيلة ومن اللي كيبعد من العرش وكيهبط لعند الأرض يلحن جناحه يسد لينا الأفق شوف هنايا العظمه اللي عطاها الله في الديمونسيون ومن كيوصل للمحل ديال الجلاله والعظمه تيتواضع وكيصغر علاش حنايا ملي كندخلوا لبيوتنا كنتعندوا هذه الثقافه اللي بغينا ندوزوا لولادنا تبقى عندنا دوك المفاهيم لحق بالله لا ترجعوا لهنا نبغيوها ترجع ان شاء الله ولكن بغينا هذه العقليه اللي باقيين شاربينها الجهال خاصها تزول إذن كنشكر كل المستمعات والمستمعين الأوفياء على تواصلكم عبر الأسماس رقم 58 ولا عبر مكالمتكم الهاتفية ولا حسن الاستماع اللي بغي يعود يستفد من تحليلة البروفيسور مامون مبارك الدريبي غدا إن شاء الله في حلقة إعادة يوم الأحد من 10 حتى 12 حول الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم على المال وتأثيره على الحياة الزوجية وعلى الأطفال والأسرة ككل لكم تحية كل المجدوري على مال إدريسي وسعيد عقال في الإخراج والبرمجة الموسيقية لبناء استقبال مكالمتكم الهاتفية كنتمنى لكم بقية أوقات ممتعة تقضيوها برفقتنا على ميد راديو إذاعة الأسرة المغربية